حكينا عن خصائص المرحلة، الخصائص العامة لهذه المرحلة يلي هي مثل ما شايفينا، حتى ما نعيدها هلأ. حكينا عن اللعب الإهامي وعن اللعب الإحيائي، ايه، وقديش هيدا النوع من اللعب هو مهم للأطفال، وقديش هيدا النوع من اللعب هو بيشبه مسرح الدمى ومبدأ مسرح الدمى. حكينا إذا بتتذكروا عن نظرية وينيكوت بالغرض الانتقالي، تتذكروا؟ ايه، الغرض الانتقالي، هذا الغرض يلي بيحبه هذا الطفل وبيحتفظ فيه وبيكون بالنسبة له كأنه بديل عن أمه بفترات غياب أمه، صح؟ هلأ بدنا نروح لمرحلة أخرى، مرحلة الخيال المطلق أو الخيال الحر. اللي هي 5 إلى 8 سنوات. خصائص هذه المرحلة: الانطلاق إلى آفاق عقلية جديدة، من تعلم القراءة والكتابة إلى الألعاب الرياضية والألعاب الجماعية إلى الخروج من المنزل، حيث تتسع بيئة الطفل. يعني بهذه المرحلة بيئة الطفل صارت أوسع، اهتمامات الطفل صارت أوسع، والخبرة بلش يراكم الطفل خبرة، أوكي؟ وهون عند تراكم الخبرة بتبلش تزيد شوي شوي استقلالية الطفل بالتعاطي مع الحياة اللي حوله. وفي جان بياجي اللي حكينا عنه مبارح، يلي هو عالم النفس السويسري، يلي حكي عن مراحل العمر، حكي كتير عن التعلم عبر التجربة والاختبارات، كيف الإنسان عبر الاختبار بيتعلم، أوكي، وكيف بيكون المعرفة تبعيته عبر الاختبار، وكلهم حسب عمره. تطلع إلى عوالم أخرى حيث الجنيات والحوريات والعمالقة والسحرة والأعاجيب، خيال الطفل الحر. يعني الطفل بهالعمر بلش يسيطر على جزء من واقعه، لذلك عم يبلش يطلع بالخيال. وهون في شيء كتير مهم إذا بدنا نحكي عن الخيال. الخيال مهم جدا بهذا بالتوجه لهالعمر، إنما دائما، وهذه نصيحة لكل اللي بيكتبوا للأطفال، لما بدنا نكتب أي قصة خيالية فيها الخيال واسع، دايما لازم نبدأ من موضوع واقعي، يعني يكون في نقطة انطلاق واقعية، و يعني هي نقطة الانطلاق اللي هي بتخلي الولد يربط القصة بالواقع تبعه، ومن هاد نقطة الانطلاق منروح بالخيال. ما أعرف إذا وضحت الفكرة. يعني ما منقدر نحكي حكاية كلها خيال، دايما أي حكاية قد ما كان فيها الخيال، شيء كتير مهم الخيال، إنما لازم يكون فيها يعني جانب واقعي. لا 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 لا، يعني يكون فيها جانب واقعي. يعني افترضنا نحن رحنا على عالم يعني حدا حضر نارنيا؟ نارنيا، ايه، طيب نارنيا كمثل، نارنيا اذا بتلاحظوا بدايته ونهايته هي شو؟ هي اطفال اليوم عايشين اليوم ببيت مع امهم وبيهم مع اهلهم، ايه، يعني بشكل انه يقدر يتمثل فيهم المتفرج. بلحظه من اللحظات بيفتحوا الخزانه وبيفوتوا من الخزانه على عالم اخر مختلف كليا. هذا الموضوع كتير كتير مهم، لانه نحن لما ننطلق من الواقع يعني حققنا شيء بسموه التمثل او التماهي، ومن هون فينا نروح بالخيال قد ما بدنا. بس كمان الروحة بالخيال مش سهلة وخطرة. بأي معنى خطرة؟ يعني هون منكون عم نشتغل على موضوع التماهي، إنما بشكل لازم يكون دقيق. التماهي شو هو؟ أو التمثل أو identification، حدا بيعرف بيقدر يخبرني شو معناته؟ عفوا؟ التمثل
اي هي لفك ايدنتيفيكيشن بالعربي اسمها التمثل او التماهي. بتخيل نفسي انه انا الشخصيه 100%. المبدا تبعها هو هذا. هو قبل ما اكمل تخبركم شوي عن مبدا التماهي وقديش هلا عم يستخدم بكل شيء، بالاعلام، بالسياسه، بالفن، بالقصص، باللي بدكم اياه. هذا المبدا هو شو؟ انه انا بتطلع في شخص عم شوفه على التلفزيون، بالكتاب، باي بشكل او باخر او بالحياه، بشوف هذا الشخص وبحب انه يكون مثله. يبدا التماهي عاده عند الانسان بالمرحله الصغيره اللي بسموها يعني المرحله الادبيه بالعلم النفس. التماهي دائما الولد بيتماهى بالاهل من الجنس الاخر، عفوا الاهل من نفس الجنس، يعني الولد بيتماهى ببيه والبنت تتماهى بامها. اول عمليه تماهي بتصير بهالمرحله بهالحدود. انما وقت اللي نبلش نطلع على الحياه نبلش نعمل تماهي او تمثل او ايدنتيفيكيشن بشخصيات اخرى. الشخصيات الاخرى هيدي مين هي؟ الشخصيات القويه الجذابه، الشخصيات اللي فيها شيء بشدني، الشخصيات اللي بيقولوا عنها هلا كلمه بيقولوها كثير بالاعلام انه فيها كاريزما. اوكي، شو هي هيدي الكاريزما؟ الكاريزما هي منظومه واسعه من عده اشياء تتضمن اشياء لها علاقه بالشكل، بالحركه، بالصوت، بالفكر. والفكر عاده بيجي اخر شيء. مهم الفكر، انما هو بيجي اخر شيء لانه الناس عاده، عم بحكي عن الناس، عموم الناس يعني بيلحقوا الشكل عاده اكثر من المضمون، انما المضمون بيجي. مثلا اذا بدي اعطيكم مثل عن التماهي بالموضوع السياسي، هتلر. انا اذا قلت لكم هلا هتلر شو بتتذكروا اول شيء؟ لا 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 لا، عم بحكي عن هو كزعيم. شنب. اثنين، تحيه. ثلاثه، الشعر، عفوا اللبس، زي، عفوا نظرات، صوته عالي وبزعق. ايوه، حركه، قوه شخصيه، عظيم. شو كمان؟ عفوا كتاب كفاحي، حد لوجو، شعار، الصليب هذا الانتحار، هداك اخر شيء، هداك قصه حياته. هذا كل الاشياء اللي ذكرتوها كثير مزبوط. هيدا هي الاشياء يلي بيتبعها الانسان يلي بده يخلي الناس تتمثل فيه. يعني الإنسان حتى يتمثلوا فيه الآخرين بده يبتكر موضة، نسميها موضة نحن هلا، إيه؟ موضة. بس الموضة إلى عدة جوانب، إلى جوانب شكل، إلى جوانب حركية، وإلى جوانب صوتية، إيه؟ بالنسبة لهتلر الشكل، في عنا الشوارب، في عنا طريقة اللبس، وعنا الشعار اللوجو. اوكي، بالنسبه بالنسبه للحركه في عنا هيدي، في عنا هيدي، وفي عنا كمان حركات اخرى اللي لها علاقه بالاصوات. كمان في عنا هاي هتلر اللي هو شعار محكي، ايه، في عنا اشياء اخرى باللغه الالمانيه ما بعرفها يعني، وفي كمان اشياء لها علاقه بطريقه كلامه. كل هيدي الاشياء شو الشرط الاساسي حتى ننجذب له؟ مين بيقول لي؟ تكرار طبعا، بس اهم، في شيء اهم، تميزها وسهوله تقليدها.
يعني اللوجو هيدا مين ما كان اي انسان في يمرق بالشارع ويكتبه بسرعه. ايه هذا اللوجو، هذا الصليب المعكوف تبعه. ايه اي انسان بيقدر يقلد هتلر صح؟ في حدا ما بيقدر يقلده؟ لا، كل انسان بيقدر يقلده، كل انسان بيقدر يلبس مثله، يصير بيشبهه بشعراته بشواربه بتيابه. اوكي، هذا بيعني انه هذا شخصيه جذابه. من هون بنرايح في المضمون. شو بيقول المضمون عنده؟ مضمون كتير مهم. هتلر كان عم يتوجه لأمة مهزومة بعد الحرب العالمية الأولى. أمة مهزومة، الألمان مش بس مهزومة، مهزومة ومذلولة، وعم يبحثوا عن طريقة حتى يعبوا هيدا النقص اللي عندهم. طلع واحد متهور صحيح، انما اوحالهم بالثقه انه انتو صحيح امه مهزومه، بس انتو فيكن تكونوا احسن امه بالعالم وفيكن ما تكونوا مهزومين، بغض النظر عن المساله السياسيه. في المساله الشخصيه، مساله نفسيه، الانسان ما بيحب يكون مهزوم. عفوا، يعني في مسألة شخصية بالداء، يعني نحن ما عم نحكي عن مسألة أمي بس، ما هو الإنسان بينتمي لمجموعة، هالمجموعة يلي بينتمي للإنسان انهزمت، يعني هو انهزم. طلع شخص جذاب عم بيقول له لا، أنت فيك ما تكون مهزوم. لحقوه، ولحقوه بالملايين إذا بتشوفوا التاريخ. أوكي، عم بحكي هون عن هتلر. فينا أحكي عن مايكل جاكسون إذا ملاحظين نفس الموضوع. مايكل جاكسون أسود وعمل أسطورة حول شكله، بيض بشرته، غير ملامحه، ومن بعد مايكل جاكسون بلشت كل عمليات التجميل. إذا عم نحكي بالتاريخ هذه العمليات، لأنه هو الأسطورة تبعيته أنه هذا شخص غير شكله مع الملاحظات الكبيرة عليه. بالإضافة لهيك عنده طريقة بالتحرك وبالرقص وبهالأشياء جديدة ومجددة وسهلة التقليد صح؟ وعنده عفواً وطريقة لبسه إلى آخره، وهذا أدى لأنه صار عنده جمهور فظيع، جمهور كتير كبير، وغيره وغيره. هاي عم بحكي على مستوى الكبار. على مستوى الصغار، ميكي ماوس، والت ديزني. ميكي ماوس هو شو؟ فارة. بس الفارة شو أهميتها؟ أهميتها إنه أي إنسان إذا رسم هيك 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 هيك، الإنسان الآخر بيعرف إنه هذا ميكي ماوس صح؟ هلا إذا بتفتحوا قناة ديزني بتشوفوا اللوجو تبعه هو ميكي ماوس، إذا رحتوا على ديزني لاند بتشوفوا هذا الميكي ماوس وين ما كان. ميكي ماوس هو شعار يعني لإمبراطورية إعلامية ومالية. بدأ من هذا الشيء الصغير البسيط يلي له طريقة بالكلام وطريقة بالحركة وشكل ولون وكل هيدي الأشياء، والناس تمثلت فيه، تعملت تماهي معه. أوكي؟ عملية التماهي شغلة بالغة في التعقيد وفي البساطة بنفس الوقت. يبدو لنا أنه كتير بسيطة، بس هي مش بسيطة. حتى نوصل لها البساطة بدنا نمرق بعملية فكرية ذهنية طويلة عريضة. أوكي؟ بس لأنه هي بالغة في التعقيد، إنما على المستوى النفسي هي شغلة كتير مهمة. مهمة ليش؟ هلأ نحن في حكاية ليلى والذئب عم نحكيها لولد. نحن عم نحكي الحكاية لولد، هالولد بمين بده يتمثل أو بمين بده يتماهى عادة؟ بمين؟ مين بيقول بمين؟ عم تقول بالديب، بالحطاب. الشخص
بالشخص الطيب. ايه يعتمد على العمر، بيعتمد على العمر، على البيئه. ايه تفضل. الدال الاحمر ما سمعت. ايه بنقوا دائما الناس القريبين من عمرهم، بنقوا دائما الناس القريبين من عمرهم. ايه اذا تشاهد اذا الولد بالقصه صح ينقي الولد بالقصه غالبا انه يكون هو. وانا ما بعرف من تجربتي الليلة الديب والليلة الديب القصه نفسها قريتها عده طرق للولاد، نعم. عده كتب وعده نهايات. انا ابني كان يقول انا ليلى بس مو ليلى، ام ذا بوي ليلى. يعني اوكي كثير منيح. ايه اسمه هلا يمكن كل ما واحد بيشتغل مع الاولاد بصير عندهم افكار ثانيه لغيره، بس انا ام نوت هيم. انا ار كت ماي هير، بدي بقص شعري، بعمل هيك، وانا ام ذا بوي، فبخليه يبتكر اسم. حلو. بلاقي عامه الاطفال دائما لما بيلاقوا حدا صغير بالقصه بتمثل فيه، طبعا الخير بيجي اكيد. اوكي. لكن في حدا قال بنتمثل بالصغير اللي بعمر الولد، في حدا قال بتمثل بالخير، شخصية الخير، في الأخت قالت نتمثل بالديب. مين بعد عنده فكرة بمين ممكن نتمثل بحكاية ليلى والذئب؟ تفضل. بالجدة. بالجدة ليه؟ يعني الكاركتر لطيف. كاركتر لطيف. أوكي. بدي أقولكم شغلة، وهيدي الشغلة إجابة على سؤالك. نحن منتمثل، كل إنسان بالحياة يتمثل بالشخص أو الشخصية يلي بتنتصر بالنهاية مين ما كانت تكون. إن شاء الله تكون الديب، إن شاء الله تكون ليلى، إن شاء الله تكون الحطاب، اللي بدكن إياه. الإنسان يلي بيتعرض لمشكلة إنما بعد هيدي المشكلة بينتصر بالنهاية، نحن نتمثل فيه. أهم شيء يكون عم يتعرض للمشكلة ويرجع بينتصر. يعني لو ذيب انتصر أكيد نتمثل بالذيب 100% من دون أي تردد. إذا ما بيعرف النهاية. ما نحن أنت بتلاحظي عندك ولاد وبتلاحظي إنه الولادك قصة شعبية، الولاد دائما بيعرفوا نهايتها. لا. لذلك دائما كنت بجيبها عدة بيرث. صح. هلا بقول لك بتلاحظوا شغله انه الاطفال لما نحكي لهم حكايه مره اول مره بيتبعوا بيسمعوا وبيتخيلوا. اذا عجبتهم الحكايه واذا عجبهم واحد من الشخصيات وحصلت عمليه التماهي، فورا شو بيعمل الولد؟ بيطلب انه نعيد القصه مره ثانيه. ايه لما نعيد القصة مرة تانية نحن عم نحكي القصة، بيكون هو اختار الشخصية اللي بده يتماهى معها، بيصير نحن عم نحكي القصة هو عم يتخيل حاله مكان هيدي الشخصية اللي هو اختارها. وممكن يطلب منا انه نعيد القصة 4 و5 و6 و10 مرات. شو بيعمل الولد؟ بيتخيل هيدي الشخصية وبيسقط تجربته الشخصية على القصة. يعني تماها هو بليلى والذئب هو عدو ليلى، وبالنهاية ليلى انتصرت على الذئب، صح؟ نهار اليوم ضربته المعلمة بالمدرسة، بيجي بيطلب مني احكي لي حكاية ليلى والذئب. أنا عم بحكي له حكاية ليلى والذئب، بيتخيل حاله ليلى وبيتخيل الذئب المعلمة. ايه لما يرجع ينتصر على الذئب ارتاح انه انا بالخيال انتصرت على المعلمة، اكلتها، مش اكلتها، قتلت، انه خلص انتصرت عليها. مرزة وضحت الفكرة؟ وهيدا نوع من الاوتوثيرابي اللي بيعمل الولد. اي ولد سوي هيدا تركيب الولد هيك، وهيدا عملية التباهي بتحصل بهالطريقة. ما ذكر اسمها بس كلها عن طفل صغير حتى ما كمل السنة، كان يحب قصة كان يسميها بنهم. شاف حمامة تذكر، شاف الباص تذكر، يعني عاشق القصة كلها، حتى مربيته قدرت تعرف مكانه من نهاية القصة، وين راح الشخصية؟ راحت عند مكان مثل ملجأ حق الجنود القدامى، راحوا هالمكان شان يلقونه هناك. يعني تفكير شلون صاير. صحيح. يعني هذه العملية النفسية اللي بتحصل عند كل إنسان. بالنسبة
تدورون الشخصية اللي ماخذة أكبر قدر أو أكبر مساحة درامية في المسرحية نفسها، ويدورون المحرك. فالذيب بليلى، أو خلينا نقول لما انعرضت عندنا في الكويت، الممثل كان جدا دمه خفيف ولطيف ومكار. فبالتالي لما أذكر أنا كنت صغيرة وكانوا أولاد خالتي صغار، كانوا يقلدون حركاته، يقلدون طريقته، أغانيه، شكله. مثل ما تفضلت أن عادة الطفل لما يختار شخصية يكبر وهو عنده نفس الميول اللي شافه وهو صغير. لما كبروا وتغيروا، لكن ظلوا مثلا واحد ظل متميز في موضوع الحركة، تلاقي أنه هو جدا نشط وحركي كما كان في المسرحية. هون عم بسأل نفسي أنا، الأشخاص اللي عملوا هذه المسرحية اللي عم تذكريها، كيف عملوا القصة؟ لأنه مثل ما ذكرت الأخت هلأ أنه في أكثر من فيرجن للنهايات، وفي كتير فيرجنز للنهايات هي خطيرة على المستوى النفسي. يعني بدي أخبركم عن كتاب فيكم تسجلوه، اسمه لشخص اسمه برونو بيتلهايم، أمريكاني هو. إيه؟ برونو بيتلهايم، 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 أوكي؟ برونو بيتلهايم كاتب كتاب كتير مهم اسمه Psycho Analysis of Fairy Tales، يعني التحليل النفسي للقصص الخيالية. Psycho Analysis of Fairy Tales، وبيحكي عن يعني بيعمل تحليل نفسي لهالحكايات اللي عم نحكي عنها، الحكايات المعروفة منه الليلة والذئب وغيره وغيره. ذكر شيء مرة برونو بيتلهايم، هو محلل نفسي وطبيب نفسي بنفس الوقت وبيعالج أطفال. ذكر أنه مرة إجا لعنده أهل، أم وبي، ومعهم ولد وبنت. هذه البنت عندها مشكلة، مشكلتها شو؟ أنه بتخاف كتير، بتخاف من العتمة، ما بتقدر تقعد بأي غرفة لوحدها. لما تقعد بغرفة لوحدها بتصير تصرخ وبتصير ترجف، بصير عندها حالة مش حالة، يعني مش مرتاحة، بتهدى بحالة وحدة لما يجي خيا اللي هو أكبر منها بشوي. لما تشوف خيا بتهدى بتروق، ما بتقدر تنام بالغرفة إذا ما كان خيها موجود بالغرفة اللي هي نايمة فيها. فبلشت تصير الحالة تبعها حالة مرضية، مرضية بأي معنى، أنه الخوف تبعها بلش يصير خوف مرضي، يعني بمعنى أنه ما عاد تقدر يعني تكمل حياتها الطبيعية من دون ما تطمن لأنه خيها موجود. طبعا أو أهلها أو أمها أو بيها، بس بشكل خاص خيها. خيها شو؟ خيها ولد مثلها، يعني أكبر منها بسنة. بلش يفوت بالتحليل النفسي وبيسألهم أسئلة، ولعند ما وصل سألهم سؤال، قال لهم شو بتخبروها حكايات؟ وشو الحكايات اللي أكتر شي بتطلب أنه تسمعها؟ طلع أنه هي بتحب تسمع أكتر شي هانسل أند غريتل. تعرفوا الحكاية؟ هانسل أند غريتل، هولي البنت والصبي يلي بيون عايش مع خالتهم بكوخ بقلب الغابة، ما بيبقى معهم فلوس، بيقوموا بيبعتوهن بالغابة يروحوا لحالهم. بيقوموا أول مرة هو من كتر ما أنه ذكي بيرش ما بعرف شو، حجار، حبات، مش عارف شو، حتى يرجع على البيت. تاني مرة بيرش خبز بيأكلون عصافير، فبيروحوا عند الساحرة الشريرة. الساحرة بتحاول تطبخهم واتسترا. ما حقلكم النهاية هلا. شو صار مع البنت؟ تمثلت بالبنت، يعني شيء أسقطت حياتها على البنت، وصاير في خطأ بكيف عم يحكوا لها الحكاية. وهلا بخبركم شو هو الخطأ. إذا بتلاحظوا بالحكاية دائما البنت الصغيرة بتبقى مع خيا، وخيا هو اللي بيحميها من كل الأشياء. خيا هو اللي بيفكر إنه يزت الحجار على الطريق تيرجع، خيا هو اللي بيفكر إنه يزت الخبز، وخيا هو اللي بيحميها
عدل الساحرة. هذا الشيء خلى عندها ديبندنس، يعني حتى أكثر من اتكالية، عدم استقلالية أو تعلق زائد بخيها، لأنه أسقطت على القصة أنه هذا الخي هو اللي بيحمي هالأخت، من دون هالخي ماتت الأخت راحت. بالقصة الأصلية في تفصيل صغير كتير مهم وكتير أساسي. تفصيل صغير هو شو؟ أنه بآخر الحكاية بتجي الساحرة تطبخ الولد، بتقوم بحركة بسيطة ما بعرف كيف، هي البنت الصغيرة بتنقذ الولد. هيك عملنا توازن. عم بحكي الحكاية، يبدو أنه هنو عم بيحكوا للحكاية ناسيين هذا التفصيل. لما نسيوا هذا التفصيل عقدوها للبنت. فهمتوا قديش خطير المسألة؟ كتير مهم وقت اللي نحن نحكي حكايات للولاد نعرف كيف عم نحكي هون، وكيف نختار، كيف ننتبه للنهايات تبعهم، لأنه نحن عم نحكيهم لازم نعرف أنه الولد عم يتمثل بحدا. أوكي؟ هايدي ما تمثلت بالمنتصر، تمثل يعني أول بدأت تتمثل بالمنتصر، شافت حالة مش عارفة بمين بدها تتمثل بقى، تتمثل بالخي صعبة، ما هو يعني ما فيها، قام تتمثلت بالبنت فوصلت لهذا الحالة. هذا الكتاب كتير مهم أنه ينقرأ على فكرة للي بده يشتغل بمسرح الأطفال، إنما كتير في تعابير ومصطلحات نفسية ونفس تحليلية من التحليل النفسي، مهم أنه الواحد يطلع عليه. تفضل. طبعا في شخصية هي الخير وجذابة واللي يتعلق فيها الشخص أيا كانت، لكن بالنهاية مثلا خلينا نقول الشرير أو الخير ينقلب يصير هو الشرير أو شغلة. هذا شنو موقع من حوارنا في نفسية الطفل؟ هذا الحقيقة هذا الشيء الجواب على هالسؤال كنت مخبيه لبعدين، هلا نحن لأنه بعدنا ما خلصنا هالعمر. فيك تذكرني بعد شوي لو سمحت؟ أوكي؟ معلش ذكرني بعد شوي بس حتى أوصل لنهاية هذا الشيء تنحكي عن هالموضوع. واضح موضوع التماهي شو هو المبدأ تبعه؟ نحن لازم نخلق شخصيات قادر الطفل يتماهى فيها ويوصل لبر الأمان. هيدي يعني هيدي بالنسبة لنا أساسية. الميل إلى اللعب والتقليد، عم بحكي شو خصائص المرحلة مع أنه هيك استطردنا شوي، بس خلينا نكمل هذا المرحلة. الميل إلى اللعب والتقليد والتمثيل والقصص التي تقدم القيم والمبادئ الاجتماعية. إيه؟ ليلى والذئب مثلا. مواصفات المسرحية التي يمكن تقديمها، أسلوبها واضح وفكرتها بسيطة خيالية وتحتوي على المغامرات، تتضمن العرائس أو المسرح البشري أو كليهما، مستمدة من البيئة الاجتماعية وترتكز على القيم الاجتماعية بطريقة مسلية. يعني مستمدة من البيئة شو يعني؟ يعني خيالية إنما تنطلق من البيئة. فهمتوا القصد؟ قصدي يعني قديش فينا نروح بالخيال من روح، إنما لازم ننطلق دايما من موقف مسرحي situation له علاقة بالواقع تبع الطفل. هلأ بدي رد هون على الأخ، وهذا كمان عم بحكي عن أشياء متعلقة بكل الأعمار. هون عم بحكيك رأيي الخاص، أوكي؟ في ناس ما بيوافقون الرأي، بس أنا رأيي الخاص يلي عم بتبعه بكل أعمال المسرحية هذا هو. بالنسبة إلى لا يوجد شخصية خير كامل ولا يوجد شخصية شر كامل، ما ممكن، وأصلاً مش منيح نقدم هذا الشيء للأطفال. مش منيح ليش؟ لأنه الطفل عم بيشوف هالمسرح وعم بيشوف الحياة، أوكي؟ عم بيقارن، بده يوصل لنتيجة. النتيجة أو إنه المسرح عم يضحك عليه وبالتالي بيستبعده، أو المسرح عم بيجاوب وعم بيواكب أفكاره
وبالتالي بيمشي معه. عم بحكي عن المسرح أو عن القصص اللي بنخبره إياها. وقت اللي المسرح بيقول له إنه في والله بنت اسمها ليلى تسمع كلمة أمها ومرتبة ونظيفة وبتاكل منيح وكل ما فيها ولا يعني لا غبار عليها بشي، إيه هون بيصير في مشكلة بعملية التماهي. إنه لا سوري يعني كتير هيك، أنا ما فيني أكون مثلها، هل عني بتطلع بلاقي الديب مهضوم، إيه بيعمل حركات بتضحك، عم يضحكوا له الناس. طبعاً أنا شو بدي بهايدي؟ ما ممل هايدي، هاي هول اللي بيقعدوا قدام، هول البنات اللي بيقعدوا قدام بالصف المدرسي يلي بيقعدوا بيطلعوا نحن عنا بيقولوا بلبنان ببيضوا طناجر للمعلمة، إيه وبيضلوا ياخذوا علامات عالية وعويناتها هالقد والأشياء، هذا أنا ما فيني يكون مثلها، ممل هيدي، عفوا بعتذر بس الولد عم بحكي شو بيقول، خليني يكون مثل الآخر، هذاك مهضوم هيك وبنطنط وبروح وبيجي، خليني اتمثل فيه. لذلك وقت اللي نحن نبني شخصية ونحن بدنا انه الولد يتمثل بهالشخصية وبدنا انه تكون هالشخصية النتيجة تبعها او الحصيلة تبعها هي حصيلة شخصية خير، ضروري انه يكون فيها جوانب يعني شوي متفلتة من القواعد، ضروري جدا. والعكس صحيح، شخصيات الشر كمان نفس الشيء، كتير مهم انه يكون فيها جوانب تظهر الطيبة احيانا. تقلكن ليش؟ معلش ولو ذكرت هذا الشيء، هديك اليوم كنت عم بشتغل على دراسة حول التحرش بالاطفال، التحرش الجنسي بالأطفال، تبين أنه معظم المتحرشين بالأطفال هن ناس بالبداية يبدو إذا بدكم شكلهم طيب ومتعاطف مع الولد ومبتسمين وبيقدموا له بونبون، بيقدموا له حلوة وشوكولا، وفي عندهم جانب يعني يجذب الولد، هذه طريقتهم بده يجذبوا الولد. شو بده يجوا يعني يضربوه؟ ما حيضربوه، بدهم يجذبوه حتى يقدروا يقنعوه انه هو ما يحكي عن العمل اللي هو عمله، صح؟ ها طريقتهم معظمهم. طيب ما هو شريرين، الولد عم يشوف بالحكاية الشرير هيك شرير وكل شيء فيه شرير، اوكي بيطلع بهذا الشخص بيلاقي لا انه هذا مش ما بيشبه هذاك بانه شرير، وبالتالي بيلحقه. لذلك كتير مهم انه الشخص الشرير او الشخصية الشريرة يكون في عنده جانب يظهر الطيبة ببعض الاحيان، مش دايما، ببعض الأحيان بشكل ممكن أنه يخدع، وهالطيبة اللي عم يظهرها ما تكون طيبة كتير مصطنعة. يعني نحن منشوف الممثلين تبعولنا بيطلعوا على المسرح بيعمل هيك، ايه يا حبيبتي انت يا حلوة انت، بكون عم يظهر الطيبة بنفس الوقت عم يفرجينا أنه هو محتال. لا ما ضروري يفرجينا بكل وضوح أنه هو محتال، ما نحن بدنا نشوف، بدنا نتمثل بوحده ذكيه مش وحده غبيه، بعتذر صح ولا لا؟ ذكيه بمعنى يعني اذا هو عم بيتمحتل ونحن كلنا شايفين انه هو عم يتمحتل وهي مش شايفه، انه سوري يعني كيف نتمثل فيها هاي؟ بعرف عم تتابعوني يعني واضح اللي عم اقوله او لا؟ ايه لذلك وقت اللي بدنا نبني شخصيات لمسرح الأطفال، وعم بحكي أنا عن حكاية ليلى والذئب اللي هي حكاية كل الناس بتعرفها، بدنا نعرف كيف نبني هالشخصيات، بدنا نعرف كيف نبني نحط
جوانب الشر وجوانب الخير بكل شخصية، والجوانب الجاذبة والجوانب المنفرة بكل شخصية. ده حتى في مجال نعمله سايلنت، لأنه هذا إيه؟ يعطيك العافية. الحين احنا في مسرح الطفل، اذا ما اعطيت الرياكشن صح للطفل على اساس ان انا شرير، لكن في مسرح الطفل اعطيه الايحاء ان انا يعني شرير وقاعد احاول اني اعطي الخير بطريقة احتيالية. اذا ما اعطي الشكل الصح للطفل، ما مو معقول الاطفال كلهم راح يكونون نفس يعني درجة الذكاء اللي ممكن يعني في بعض الأحيان. أنا عندي في طفل، عندي أخوي مدرس، يقول في عندي طفل من الأطفال وأنا قاعد يعني أكتب على الأخوة، مو صوبي، مو يمي، وبالآخر آخر الدرس أي أسئلة أشوفه يفهم أحسن من اللي مبقق عيونه. في بعضهم تلاقي شيطان يقول لي ما يقعد راحة، يقوم يوقف، يقول وأنا قاعد أكتب أطالع كذي وراي لو واقف فوق الطاولة. لكن لما أجي أسأله يا أخي كل شيء فاهم، لكن في بعضهم اللي عيونه مبقق عليك لكن مو فاهم شيء. حين لما أنا أوقف على المسرح وأبين للطفل أن أنا شرير لكن قاعد أسوي حركة جدا، ها يا حلو ها، وما أبين لأن أنا قاعد أحتال عليه. مو كل الأطفال عندهم القدرة على أنهم يفهمون هذا المعنى. شكرا. أنا عم بحكيك وجهة نظري الخاصة. وجهة نظري الخاصة، أنا أعتبر أنه كل الأطفال أذكياء. أوكي، في اختلاف بالآي كيو عند الأطفال وعند الكبار، نفس الشيء. إنما أنا أعتبر دائماً وقت اللي أتوجه للأطفال إنه كل الأطفال أذكياء. أذكياء على الأقل على المستوى العاطفي. لأنه بتعرف الذكاء حالياً هو مش واحد، يتنوع في الذكاء العاطفي، الذكاء الحسابي، المكاني، إتسترا. على مستوى العاطفي الأطفال بالنسبة إلي كلهم أذكياء. بأي معنى؟ إنه الطفل بحس باللي حوله، وبحس وبيشعر. لذلك أنا وقت اللي أشتغل مع ممثلين، تعرف ستانيسلافسكي، منهج ستانيسلافسكي في التمثيل، أنا يعني أنا بتبع هذا المنهج زي ما نحكي، لأنه أنا دارس بروسية. منهج ستانيسلافسكي بالتمثيل هو مناسب تماماً لمسرح الأطفال. منهج ستانيسلافسكي هو شو؟ هو أنه أنا أتقمص الشخصية ولا أظهرها. يعني أنا بوضع حالي مكان الشخصية، ومش أنا بقعد فرج الجمهور الشخصية. سوري؟ ايه عم بحكي عن الميثود اكتنج تبع ستانيسلافسكي. يعني لما الواحد يقول قصه حق مثلا امراه تقول قصه حق ولدها، لازم تكررها اكثر من مره عشان يقتنع فيها او يصير فيه تمثل حقيقي. يعني زين، الحين بالمسرحيه شلون نقدر ان احنا يعني الطفل لما يحضر مسرحيه قاعد يشوفها مره واحده، شنو الطريقه اللي نقدر نقنع فيها الطفل من خلال عرض واحد؟ المسرحيه وسائلها تختلف كليا عن القصه، تختلف، لأنه القصة هي قصة سماعية وبيتخيل الولد تخيل، بينما المسرحية هي مش بس سماعية، هي فيها كل عناصر الخيال. يعني فيها السمع، البصر، الـ يعني كل النص، الفكر، المسائل العاطفية، الانجذاب العاطفي، اتسترا، كلها هذه موجودة مع بعضها. وهيدي لما يرجع الطفل على البيت بيستعيدها بخياله. واكثر الاحيان بتلاحظوا، ما بعرف اذا بتلاحظوا اللي عنده اولاد، الاولاد اللي حضروا مسرحيه وتاثروا فيها بيرجعوا على البيت بيصيروا يرجعوا يحكوها هني
إيه؟ خاصة إذا أهلهم ما حضروها. بيجوا بيحكوها لأهلهم، بيحكوها للأولاد التانيين، بيصيروا هن يرجعوا يعيدوا رواية المسرحية، وأحيانا بيكونوا حافظين أجزاء من النص. تفضلي. لما بتصير المسرحية على الطريقة اللي حضرتك عم تطرحها، بصير في موضوع انك تنقل الطفل لمرحلة النقد، لان هو عاش شيء مزبوط يعني، والدور اللي بعده بصير انك كيف تنقد وكيف تعلم الطفل يبدي رأيه ويحكي عن اختلاف الشخصيات والخير والشر فيها. بس لما نحن بنعمل الطريقة الثانية اللي هي عم نضحك على الطفل بطريقة التمثيل، الطفل ما بيطلع مستمتع، حتى رأيه لما بتسأله رأيه او شو ما بيطلع مثل لما بيكون شيء يحاكي طفل بأسلوب او بلغه يعني does not underestimate تفكيره، ما بتخفف من مقدار تفكيره. هلا اللي عم بيصير في المدارس انه احنا كثير من الاطفال اللي هيك يعني بيكونوا ما منتبهين وعم بلقطوا المعلومه، والاطفال بيكونوا منتبهين وعم بلقطوا المعلومه لانه عالمنا تغير، فطرق التعليم كمان تغيرت، صار في التعليم التعاوني، صار في انه ما تقول القانون وتخلي الاطفال يكتبوه ويطبقوه، صار لازم هن يبحثوا عن القاعده العامه. فهي يعني في طرق ثانيه لانك ما تخلي الطفل يكون منعزل، وبالاضافه الى انه المنسبل انتليجنس او نظريه تعدد الذكاء هي مش بس انواع الذكاء، هلا عم تطبق لانواع التعليم. يعني الطفل ما في طفل غنائي او طفل اللي هو التعليم الموسيقي، اللي انا مثلا طفلتي بتتعلم كل الجمع بالاغاني، تحط لها سي دي بتحفظهم بتعمل الدبلز وهالامور. فهو شوي الى حد المسرح اهدافه تختلف عن الصف، وبالتالي نحن كمان احدى اهداف المسرح انه نعلم الطفل ينقد اللي عم بيشوفه كل شيء كعمل فني كنهايه ككاركترز كالحبكه ككل هالامور. عشان هيك ما بنحكي عن التعليم بوجهها عن خاص للاطفال، احنا بنحكي عن نماذج. النماذج هاي لما نحكي فيها انا قصدي من الكلام انه مش كل الأطفال لهم نفس القدرة على إنهم عفواً أنا غيرت اللهجة، مو نفس الأطفال اللي عندهم القدرة على إنهم يبنون الفكرة كلهم، الكل له جانب معين. الحين لما نيجي عند الوردة أو النار، لو إحنا كلنا قعدنا حول النار أعطوني وصف للنار، الكل راح يعطي وصف نار واحدة، لكن أنا لما أغير هذه الشخصية وأعطيها شخصية والكلام، ممكن أنا من كلمة واحدة أخذ أستنبط من هذه الشخصية، ممكن كلمة ثانية أخوي يأخذ شخصية مختلفة مع أن الشخصية هي واحدة. أنا الغز من الكلام هو مو طريقة التعليم ولا طريقة يعني الحل، عفواً القدرة على أنك توصل المعلومة. إحنا قاعد نتكلم عن فئات، عن ممثلين، عن مؤديين، ناس يبون يوصلون فكرة لمجموعة من الأطفال. عفواً المدرب أو الدكتور أول ما يهني قال أنا كنت متوقع 20 أنا ممكن أقعدهم مع بعض ونسويه، يوم زاد العدد هني صار في نوع من التكيف، يبي كيف ويبي يوصل لنا المعلومة لكن شلون بطريقة ثانية. فهذه النقطة اللي أنا قاعد أتكلم عنها هي مو مسألة التعليم قبل غير التعليم الحين، بس هي النقطة في الأطفال وايد. بدي أخبركم خبرية معلش، نحن عنا غلط، نحن العرب عفوا، أنه من بخس، تعرف شو تبخيس؟ بقدرة أطفالنا على الاستيعاب. وأنا وقعد بنفس المشكلة. هلا بقلكن إمتى؟ أنا بشتغل مسرح من 20 سنة أطفال، حتى من أكتر، بس عم بحكي من وقت اللي تخرجت أول مرة، من 20 سنة أول شهادة أخذتها، ومن وقتها لليوم عم حاول إنه أطلع شوي شوي بالمستوى اللي أنا برأيي حاب أوصل له. بيوم من الأيام سنة الماضية عملت مسرحية بفرنسا، المسرحية موجهة للجمهور الأوروبي. طبعا عملت فيها كل الاشياء اللي انا بحب اعملها، يلي انا مكبوت احيانا بالعالم العربي انا عم بعملها، لانه يعني افترضت لانه انا عندي عاده معود على الجمهور الاوروبي، على طريقه مشاهدته مختلفه عن طريقه مشاهده الجمهور العربي، لانه احنا بنعرض باوروبا كثير وبنعرف. هلا بقول لك شو، فعملت مسرحيه فيها مستوى عالي جدا بالنسبة إلي، بالنسبة لشغلي قبل، بالطرح للأطفال.
فيها. وهلا بعد شوي بحكي لكم عن شو بتحكي المسرحيه وقت اللي نوصل للعمر يلي عم تتوجهوا للمسرحيه. فيها نقاش للعلاقه بين الزوجين بالبيت، للولد كيف بيشوف العلاقه بين امه وبيو على مستوياتها المختلفه. اوكي؟ وفيها نقاش جدي لموضوع الهويه ولمواضيع كبيره تعتبر. هيدي اعلناها بفرنسا انه هيدي مسرحيه لكل الجمهور. حبينا نعمل هذا الخط هاي الخطوه، واجى عليها بفرنسا جمهور كثير، صغار كبار، احيانا نستقبل صغار من المدارس، احيانا نستقبل كبار عادي، كبار عم بفوتوا على المسرح ويحضروا مسرح، لقت نجاح كثير كبير. بيوم من الايام بيجي مدرسه بفرنسا بافينيون بتقلنا والله انا عندي اولاد عمر 3 سنين بدي اجيبهم حضرهم. قلت لهم يا عمي هذه المسرحيه مش موجهه لهالعمر. قال معلش انا حضرتها، هي المسؤوله التربويه، قالت انا حضرتها وبرايي فينه يجي يحضروها. اجوا، انا قاعد عم بحاول راقب هالتفاعل، والله صار تفاعل جميل. طلعوا طلبت انه يرسموا، طب نشوف شو فهموا هالولاد. عم يرسموا فهمانين. قلت طيب بس هاب لبنان ما ممكن تحصل. جبنا هالمسرحية على لبنان وأنا إيدي على قلبي إنه هالمسرحية بلبنان مش ممكن تمشي. برأيي أنا كان مش ممكن تمشي بلبنان لأنه الطروحات فيها طروحات كتير عالية. أولاد بلبنان حبوها وأنا تفاجأت بهذا الموضوع ولمت نفسي لأنه اعتبرت إنه أنا يعني قيمت أطفال بلدي بشكل أقل من مهني فعلياً. عرفت شو؟ وقت اللي جبتها على لبنان قررت أنه بدي جيبها لأنه هي المسرحية فرنسية، يعني بدي جيبها على لبنان أعرضها بس أسبوعين. الأسبوعين ما قدرنا وقفنا، يعني أسبوعين عالم عم يجوا. يعني عنا بلبنان وقت اللي المسرحية تنجح بصير عالم يعني دغري يجوا كتير، بطلنا نعرف، يعني بطل في اوقات حجوزات والعالم مبسوطين ومكيفين وناس. شو بدي اخبركم التعليقات اللي حصلت. وهالمسرحيه معموله لجمهور كثير، نحن يعني معليين الليفل تبع الليفل الادراك اللي مفترض انه يكون موجود تحت الواحد يشوفها. شو معناتها؟ انه انا بعد 20 سنة من الشغل ومن التعليم بالجامعة وبالكل هالأشياء هيدي أنا طلع تقديري خاطئ وبعترف بهالشي. من هلأ وبرايح بدي أعمل أعمال أعلى ليفل، بدي أعليه أكتر وبدي أعرضها بالعالم العربي وشوفوا أنه الأولاد حيحضروها وحيفهموها. الثقافة المسرحية دورنا أنه نبنيها. أنه شو الثقافة المسرحية عند الولد اللي جاي يحضر؟ ولد هو ولد، مستوى الإدراك عند الولاد هو واحد. شو حاضر ملك أديب الولد بفرنسا قبل ما يجي يحضر مسرحيتي؟ لا، مش الولد هو ولد هون أو هونيك أو بأي مكان. الثقافة المسرحية ما في ثقافة مسرحية، نحن عم نبني الثقافة المسرحية. الثقافة المسرحية نحن عم نبنيها عند الأهل وعند المعلمين بالمدارس يلي هن بيختاروا انه يجيبوا الولد. هول اللي الوضع معهم صعب، وبقول لك انا باكد لك ومعك حق 100% انه حتى تقنع الام او الاب يجيبوا ابنهم على المسرح او بنتهم، او تقنع المعلمه او مدير المدرسه انه يجيب هالاطفال على هذه المسرحيه، هون بحاجه لتثقيف لهول الناس. التثقيف بيجي عبر التراكم، والتراكم بيجي عبر المثابرة. يعني تقلكن شغلة، أنا أول ما بلش أشتغل بلبنان كان في كيف بدي أقلكن، كل المسرحيات اللي حولي كانوا يجيبوا هول الشخصيات التلفزيونية ويحطوها مثل هلأ دارج ويجيبوا جمهور. أنا ما كنت جيب جمهور شباك تذاكر، كنت اعتمد على هالكم مدرسة يلي انا بعلم لهم معلمينهم بالجامعة. ايه هو اقتنعوا بشغلي.
مع تراكم السنين صار الجمهور هو لحاله يجي. شوي شوي بيتعرفوا الأهل يا عم إنه هون في شيء مختلف عن شيء تاني. بلبنان عنا بمسرحيات الأطفال مثل ما عندكم هون في أمراض بمسرح الأطفال، بلبنان عنا أمراض أخرى. الأمراض مسرح الأطفال بلبنان بتعرف شو هي؟ تطلع مسرحية بقلب المسرحية نفس الشخصية بتحكي فرنسي على إنجليزي على وراح راحت اللغة العربية. بتعرفوا ليش؟ لأنه بلبنان عايب نحكي عربي. ليش عايب نحكي عربي؟ لأنه نحن منخجل بهويتنا العربية. بيطلع عندنا مسرح أطفال بالفرنسي والإنجليزي. أنا مشيت عكس التيار إنه أنا مسرحي بلبنان هو باللغة العربية، واللي ما بده ما يجي. ها؟ وأنا هاي طريقتي، اللي ما بده ما بيجي. عم بحكي بده الواحد، هي بحاجة للحقيقة أنا برأيي بحاجة لجرأة وتضحية. إنه أنا هذا اللي أنا بقدر أفرض على الجمهور شو بدي أعطيه، بشرط إنه أكون ملتزم بخلفيتي المتينة اللي هي أرسطو وغيره من القواعد الدرامية الحقيقية اللي بتخلي مسرحيتي مسلية، في إلها معنى، عند فيها صراع، فيها حبكة جيدة ومتينة. إذا هالشروط وعندي يكون في معرفة على المستوى النفسي، إذا هيدي الأمور مأمنة معلش افرض على جمهورك. حتى ولو بالبداية إجا جمهور قليل ما إجا كتير، مع الوقت بيجي. نحن دورنا إنه نعلي مستوى مسرح الأطفال بالعالم العربي، دورنا هيدا. يعني ليش نحن عم نشتغل هون؟ دورنا نعلي هالمستوى. في عنا أمراض بمسرح الأطفال، صح ولا لا؟ في أمراض جدية عنا بكل العالم العربي. عنا الأمراض تتلخص بثلاث أشياء. أول شيء المسرح الأبوي. الأبوي نحن، أنا بروح ابني على البيت، بيجي أمه وبيو بيوعظوا، بروح على المدرسة بتجي المعلمة بتوعظوا، بروح على المسرح إذا وعظوا بطل يطيق المسرح. شو رايح على المسرح يعمل؟ راح يتسلى، راح يستمتع. نحن عبر المتعة بدنا نأمن له كل الأشياء التانية، بس عبر المتعة. أوكي؟ بس المتعة التي تحترم ذكائه وتحترم إنه هو كبير. هل هاي عم بحكي أنا رأيي الخاص هلأ؟ أول شيء الأبوي، عم بحكي الأبوي والأخلاقي. اثنين عنا الاستهلاكي. يعني الاستهلاكي يعني عنا المسرح اللي بيروج ل لأفكار ولا منتجات. ايه هذا هو المسرح الاستهلاكي اللي شغلته انه يروج لمنتجات ويروج لكل شيء له علاقه بالاعلام والماس ميديا، ويلي احيانا بيستمد من الماس ميديا كل الاشياء الناجحه تيفوتها بالمسرح حتى يجذب جمهور، وبالتالي بيصير مسرح شباك تذاكر، وهذا المسرح يبلد الدهن. النوع الثالث هو التقليد الأعمى للغرب. شو التقليد الأعمى للغرب؟ أنا سمعت والله إنه بارني ناجح، بجيب بارني بحطه على المسرح وبجيب شباك تذاكر ويلا يا أولاد فوتوا. إيه؟ سمعت إنه مين ناجح هلا؟ إيه؟ دورا. إيه؟ ايه المسرح الاستهلاكي، هل هو مقصود مثلا السنافر مثلا لو ما دام شخصيه في الافلام والمسلسلات واخذها وعملتها، هل هي مثلا هذه تعتبر المسرح الاستهلاكي؟ ما بعرف، انا ما شفت، بس عم بحكي بالمعنى العام. ايه بالمعنى العام. هلا يمكن الواحد يجيب شخصيات يشتغل عليها، ايه بس يعني ما بعرف، ما شفت. يعني تشوف المسرحية بقول شو رأيي فيها، أنا رأيي الخاص كمان بالنهاية. أنا عم بحكيكم هون جزء من اللي عم بحكيكم إياه هو علمي، وجزء هو رأيي وتجربتي. أوكي؟ برأيي أنا شخصياً ما بحب جيب شخصيات
معروفة وقعد حطها على المسرح. إنما في ناس بيجيبوا شخصيات وبيعملوها بطريقة مرتبة، يعني كل الاحترام إلهم، إنما أنا ما بعمل مثله. لا، من ضمن أنا مش من ضمن التقليد، تقليد الغرب. نعم، أنا رأيي هيدا خاص، أنا ما بحب تقليد، ما بحب قلد الغرب. عرفت شو؟ الاستهلاكي لا، تقلك شو الاستهلاكي؟ نحن كتير في عنا، إذا بتلاحظوا وقت يكون في مهرجانات هول بالمولات، يعني بيكون في مهرجان سياحي وبيجيبوا شخصيات على المول حتى يعملوا ترويج لشيء. إيه؟ أحياناً هالشخصيات اللي بيعملوا ترويج بيكونوا بالمول، أحياناً بيكونوا بالمسرح. أوكي؟ هذا الشيء موجود، قابل للحياة وبنحترم وجوده، بس ما بنقدر نقبل إنه يكون هذا هو بس مسرح الأطفال. هذا اللي عم بحكي عنه الاستهلاكي. أوكي؟ تفضل. أنا في واقع تجربتي. نعم. أنا والأستاذة نادين إحنا رقباء العروض، فالعروض اللي قاعد نحضرهم الأطفال ولا ويا العرض ولا هني ينطر يطفي الإضاءة عشان في ليت ملون يعطونا، في موسيقى. ولاحظوا كلكم اللي مهتمين بالمسرح، إحنا يعني الموسم اللي طاف عرض واحد، أنا أحضر كل العروض واخذ وياي عيالي، يعني حتى بالبروف الجنرال احنا نحضر اخذهم. ايش رايكم؟ هذه مو حلوه، ما نبي نروحها، هذه بنروحها. اذا عرضوها مره ثانيه ودينا. طبعا هم قاعد يسوون يعني، واليهال فاهمين، يحطون اضاءات بعيونهم، الدخان هذا ما يشوفون شيء، بس قاعد يسمعون وليت وبس يطفي، هم شغالين، هذه متعتهم يعني. وانت اللي مو، انا عيالي ما اشتري لهم. ليش ماما؟ نبي نفسه. اقول له لا، انت جاي تبليت واحنا طالعين اخذه لعب فيه بالبيت، بس انت جاي تحضر، شنو راح تستفيد اذا بعطيك هذا؟ وطبعا الموسم يمكن موسمين اللي طافوا كانت مستويات وايد نازله، الموسمين اللي يو الحين طبعا العام وهالسنة 16-17 مسرحية وكانوا فل. حتى في عروض يابوها من برا، أنا بالنسبة لي مثلا لو أحضر عرض بارني عطاهم مثل بوكس واشتروه وعطوهم في أدوات موسيقية، كانوا ويا العرض يشتغلون في الأدوات الموسيقية فاستفادوا. هذا الليت ما في واحد فكر يستفيد منه، وفي ممثلين يعني كبار، يعني حرام انت جايب نص وجايب اضاءة وصوت، ما في واحد من الاطفال وياك. قام حتى الممثل الكبير يجيب واحد من الشباب عشان والله في بنات يحبون البنات الصغار عشان يوله، يعني هذا اعتقد التجارة يعني التسويق لهم. والشخصيات الحين كل معظم اللي قاعد يشتغلون الانتاج خلاص قاموا يبون شخصيه واحده يبنون عليها قصه من عندهم. بس يعني انا احب اشكر عثمان، نصهم كان عيالي راحوا ما في، لانه هو المسرح له قواعد، هذا ما عندنا، هذا اساس يعني. حتى المثقفين يقول لك انا اشتغل 35 بالمسرح، انت عشان تكسب تجاره جايب لي هذيله، اول ما ينحطون هذيله يعني وين المتعة؟ ما في، أي ما في. المسرح التجاري هلا نحن فتحنا سيرة إذا لاحظتوا راح لهذا. إيه فتحنا سيرة، هي إشكالية ضخمة كبيرة. نحن مش على فكرة مش بس بالعالم العربي، هي بكل العالم. خلينا نتفق يعني نحن ما نكون يعني ما منيح إنه نجلد نفسنا نحن ونقول إنه نحن بس بالعالم العربي عندنا مشاكل. بكل العالم في مشاكل من هذا النوع، بكل العالم في مسرح استهلاكي وفي مسرح جدي وهادف، وهذا شيء كتير طبيعي. حتى المسرح الاستهلاكي أنا إذا بدكم رأيي له الحق إنه يكون موجود، حقه يكون موجود لأنه هو موجود. ما فينا نقول إنه هولي مش مسرحيين، لا هو مسرحيين وموجودين،
بس نحن على جنبهم موجودين. يعني هذا شيء موجود وضروري يكون موجود. في مرة تقلكن معلش قبل ما أكمل، أنا بلبنان ممثل الأسيتاج، الأسيتاج اللي هو المؤسسة الجمعية العالمية لمسرح الطفل، يلي هو بكل بلد في مفترض يكون في له مثل المركز. فأحياناً بستقبل وفود من برا بيجوا هيك يشوفوا. فمرة استقبلت وفد من اسكندنافيا، من السويد والدنمارك والنرويج وهيك، اجوا عم بفرجيهن على مسرح الأطفال بلبنان، شافوا برموا من أخذتهم على أكثر مسرحية يعني مشهورة وعم تجيب عالم جمهور وفيها هول الشخص الماسكوتس والخبريات. ففتنا قعدنا حضرنا. هلا أنا قاعد عم بتفرج، ما أنا بالنهاية مخرج وبخاف من كيف بدي أقول لكم، طريقة المشاهدة تبعيتي تكون كتير ذاتية وفردية. يعني وقت الواحد مخرج وعنده عمل منافس قاعد عم يتفرج، إنه أول شيء بدي أقول إنه شو هالشغل البلا طعمي. حاولت أنا إنه لا، إنه ما كون هيك، إنه كون قدر الإمكان موضوعي. قعدنا عم نتفرج، لاحظنا إنه الأولاد عم يتفاعلوا بشكل جيد والأولاد مبسوطين بهذا العمل اللي هو كتير استهلاكي وضايع فيه اللغة الفرنسية على الإنجليزية على مش عارف شو. لما ظهرنا من المسرح ظهروا عم بيسبوا هوني، شو هالمسرح البلا طعم مش عارف شو. قلت لهم يا جماعة طب إنه ليه عم تقولوا مسرح بلا طعم؟ ما هيدا العالم، شوفوا الأولاد، ما هي مش مسرح أطفال، شوفوا الأولاد قديش عم بين مبسوطين. طب إذا الأولاد مبسوطين ليش نحن بدنا نسب هذا النوع من المسرح؟ طب إنه عم بيفرحوا الأولاد. واحد منهم قال لي، سمعت أقول لك، قال لي إذا أنت أخذت ابنك على الماكدونالدز بينبسط أو لا؟ قال له إيه بينبسط لأنه الأكل طيب وشكله هيك حلو وسريع. قال لي طب الماكدونالدز برأيك مفيد ولا مضر؟ الماكدونالدز مضر، هو سموم، وفي كتير دراسات أثبتت هذا الشيء، مش دعاية مضادة، بس إنه هو هذا النوع من المسرح هو بيشبه الماكدونالدز. في الواحد يروح يحضره أو في ممكن أخذ أولادي من وقت لوقت على الماكدونالدز معلش، بس مش كل الوقت يأكلوا ماكدونالدز. شو الفكرة؟ يعني إيه؟ تفضل. لا الكاركترز المسرح الاستهلاكي اللي هي فيه أقلام ومآلم وهالأمور، نحن دورنا الأهالي إنه نحاول نفهم الأولاد هذا مو جزء من حياتهم، إنه يحضروا هيك شيء with a group of friends ونطلع. بس هلا إذا سمحت للطفل إنه هو يفكر إنه ما لازم دائما كمان يتمثل حتى أو بالقصة أو بالمسرح، تعطيه مجال لهو يبدأ يفكر إنه هو شخص. يعني هاي النقطة اللي كمان لازم ننتبه إنه مو دائما نخليه يتمثل بحدا. أنا بعد ميلاد أولادي طلبت منهم إنه ما حناخذ كاركتر من أي الكاركترز وcreate your own. فبنتي قالت أنا تارا queen of kindness وابني قال أنا I'm the queen of happiness. وعملنا العيد ميلاد كله ثيم على شخصهم اللي اخترعوا شخصية منهم، وخلينا كل المحور على شخصية الطفل نفسه مش شخصية بحبوها حتى لو من كتاب أو كتاب راقي. يعني ودائما اختلاء تسمح للطفل انه يفكر خارج هالنطاق، حيقدر كمان يصل لمرحله انه ينقض اي شيء بيشوفه. بعيد ميلاد ثاني بنتي طلبت انه يكون الثيم تبع ميلاد فان كوخ يعني الارتست، فايتس دائما ما هي تكون الفنان بس طلبت الثيم تبعه يكون الورده تبعه لانه بتحب الورده تبعه. فاذا بتسمح للطفل لا الفان جوخ نو سوري الارتست نفسه يعني حتى الكيك، فاختارت انه الثيم تبعه يكون خارج عن نطاق الشيء التجاري لانك عم تعلمي طفلك انه يخرج من هون. وينيفر هي اي وقت بدك تخليه يتمثل بشخصيه مستوى راقي تسمحي له هالمجال. في هون كمان قبل ما انتقل لموضوع ثاني الى المرحله الثانيه، مساله التمثل، ما بنقدر نمنع الطفل انه يتمثل، بالعكس التمثل هو شيء ضروري للنمو الفكري والعاطفي للطفل، هو شيء ضروري. إنما منقدر نقدم له مثل ما حضرتك عملت بدائل، بس إنه نقول له ما تتمثل بفلان وما لا ما فينا، بالعكس
بدنا نفتح له هيدي بدنا نعطيه هيدي الفسحه للولد، بس بدنا نعطيه الى جانبها اكثر من فسحه حتى نعطيه عدد من الاشياء يتمثل فيها. اوكي، يعني مثلا هون الاخوان عم يحكون عن السنافر. طيب السنافر انا بحضرها، كانت هي الرسوم المتحركه مش عاطله، حلوه، هي بتحكي عن مجتمع في كاركترز انماط، يعني شخصيات نمطيه، كل شخصيه هي بتمثل نمط معين من السلوك. المبدا تبعها حلو، حلو المبدا تبعه. ويمكن ما بعرف، انا ما شفت في مسرحيه هون، ما بعرف فين عملها، عن السنافر الامارات. ايه، انه ممكن كثير حلو هذا الشيء، بس انا لو بدي اعمل هيك شيء ما بسميهم سنافر، مش بالضروره، لانه السنافر نعرف يمكن ناخذ غير، يعني غير طريقه بعتقد، يعني بس هذا ما بيمنع انه تكون مسرحيه منيحه. اوكي، طيب خلينا نكمل حتى بدكم نوقف شوي استراحه صغيره. المرحله التاليه يلي هي بنسميها مرحله البطوله، من 9 لـ 12 سنه. بالمبدا بدي اقول لكم شغله، بالمبدا معظم النصوص يلي بيكتبوها بالعالم العربي لمسرح الأطفال هي تتوجه لهذا العمر، أو يفترضون أنها تتوجه لهذا العمر، ومش بالضرورة تكون فعلا تتوجه لهم. ليش؟ لأنه هذا هو العمر الوسطي يلي هو بيعتبره الكتاب أنه الأسهل أنه نخاطبهم، بينما هو إذا بدنا نحكي بالحقيقة لا، مش الأسهل. خلينا نشوف بهذه المرحلة الولد عنده ميل للاشتراك في الجماعات والرحلات، مجموعات وأشياء ويروحوا رحلات، يعني كل شيء له علاقة بالجماعات، العصابات الصغيرة. الميل إلى الجمع والاقتناء والتملك. أوكي؟ ظهور الشعور بالمنافسة والشجاعة وروح المغامرة. طبعاً مع بعض الفروقات بين الصبيان والبنات. الميل إلى الاستهواء ومعرفة آراء الراشدين حول القضايا العامة. شو الاستهواء؟ معنى أنه أنا أعجب الآخرين. أوكي؟ كتير بهمهم بهالعمر انه انا اعجب الناس، وكل واحد بطريقته، الصبيان بطريقتهم والبنات بطريقتهم. اوكي، بس كتير مهم الميل الى استهواء الراشدين بشكل خاص، وكمان الميل الى معرفة اراء الراشدين حول القضايا العامة. يعني هون ببلشوا يهتموا بالقضايا العامة، بالقضايا الاجتماعية. حب الظهور الذي يمكن استغلاله لتدريب الأولاد على التمثيل والحضور الجماعي. أوكي؟ ومن ضمنها كمان في الشيء المتعلق بالخجل كمان، يعني بالمقابل، أحياناً بيتجه صعوداً وأحياناً بيتجه نزولاً. هذا الموضوع حب الظهور، أحياناً بيصير خوف من الظهور. مواصفات المسرحية التي يمكن تقديمها: البطولة والشجاعة والمغامرة. اوكي، نحن نشوف الأفلام والأشياء هيدي الواقعية، هون بيحبوا الأشياء الواقعية، يعني حلو نقدم أشياء أحيانا فعلا من الوضع الواقعي اللي نحن عايشينه. اوكي، ومع نقاش للواقع، مش يعني الواقع بالمعنى الجاف الناشف، مع نقاش وبعض الجوانب الخيالية. الخيال دايما ضروري يكون موجود، إنما هون الدوز إذا بدكم تبع الواقع أكبر شوي. المعلومات العلمية كتير مهمة، المعلومات العلمية وكمان الخيال العلمي.
الطابع الاجتماعي والقيم الاجتماعية والدينية والانتماء القومي إنما أهم شيء بأسلوب مسلي وليس أسلوب أبوي. أوكي؟ كتير هذه شغلة أساسية بالنسبة لهذا العمر. هذا العمر بهالعمر عم ببلش الولد يتلمس هويته. بعده ما بلش يبحث عن هويته بشكل كامل، إنما عم ببلش يتلمس هويته وعم ببلش يتلمس تميزه. لذلك بيسعى كتير هالولد لأنه يعجب الآخرين، يعجب الراشدين، بحب يقعد يتسمع على أحاديث الراشدين. لذلك منشوف إنه الولاد بهالعمر بحبوا يقعدوا بمجالس الكبار، يقعدوا أهلهم الأمات أكثر، حتى أحيانا أكثر من الآباء. أوكي؟ خاصة البنات. المرحلة اللي بعدها اللي هي المرحلة المثالية أو مرحلة اليقظة الجنسية 12 ل 17 سنة، هيدي أصعب مرحلة لمسرح الطفل. هذه هي مبدئيا بنحكي عن 12 ل 18، لأن الطفل إذا بنحكي عن تعريف الطفل بالعالم باليونيسيف، تعريف الطفل هو لحد 18 سنة. هيدي أصعب مرحلة، وهيدي المرحلة يلي مسرح الطفل المسرح غائب عنها بالعالم العربي إلى حد كبير. يعني قليل جدا 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 الأعمال المسرحية التي تتوجه لهالمرحلة. بتعرفوا ليش؟ لأنه بيخافوا. ليش؟ لأنه بهالمرحلة مرحلة التمرد. نحن أي مسرحية منقدم لهم إياها في بقلبها قيم أبوية فورا سيتمردون عليها، بدو يقرؤوا عليها ويتمسخروا عليها. إيه؟ إنما في كتير أشياء ممكن نقدم لهم إياها، إنما بدها جرأة، والجرأة الجرأة الاجتماعية في عليها إشكاليات بالعالم العربي. الجرأة بأي معنى؟ لازم ينطرح مواضيع ما بتنطرح عادة، والمواضيع تطرح مش بس من وجهة النظر الأبوية، إنما كمان مع الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر هول الأولاد نفسهم حول نموهم هن وحول علاقتهم مع أهلهم. هالولاد عادة بالنسبة لهم بدءا من 12 سنة، أنا أهلي ما بيفهموني، أنا الكبار أصلا ما بيفهموني، نحن مننتمي لعصر مختلف عن عصركم، أنتوا صرتوا عتاء قدام، أنا جديد. بهالعمر هيدا الولد عم بيبحث عن هويته. هذا هو عمر البحث عن الهوية، أو بلاقيها صوب 18 سنة أو بيبقى مراهق كل حياته. في كتير من الناس من هيك بهالشكل، تعرفوهن حواليكن. إيه؟ في كتير ناس مراهقين كل حياتهم، كل حياتهم قاعدين بعضهم عم بيبحثوا عن هويتهم مش ملاقينا. وفي شعوب هيك مثل شعبنا اللبناني بعد عم يبحث عن هويته مش ملاقيها. نحن عرب ولا مش عرب؟ عنا نكتة انه كلب ماشي فقد الذاكرة، يقول مدري عو مدري نيو عو ولا نيو. نحن اللبنانيين انا عربي او مش عربي؟ فنحن شعوب مراهقة، فبعد عم نبحث عن هويتنا ومتمردين على حالنا وعلى أهلنا وعلى الدنيا كلها. هذا عمر صعب. خصائص المرحلة: التدرج من الطفولة إلى الرشد في كافة مظاهر النمو البدني والجنسي والعقلي والانفعالي. هؤلاء الأولاد شكلهم كبير بس رأسهم صغير، شكلهم طلع فيه رجال بس نفوت معه بتفاصيل. يعني في عنده تأرجح بين الفكر الواعي المتقدم وبين التصرفات العاطفية الكتير طفولية. كتير صعب هول الناس، فعلا صعبين.
يدرك الفرد قدراته من خلال الخبرات التي يمر بها نتيجة تفاعله مع الآخرين. خبرات الحياتية والاجتماعية. هون ببلش الصبي يعمل تيست لوضعه بالمجتمع من خلال علاقاته مع الكبار، مع الرجال، والبنت نفس الموضوع، من خلال علاقاته مع الكبار يعني هن مثل أهله. يبدأ في اتخاذ مواقف تجاه جوانب حياته المختلفة، كاختيار نوع التعليم، المهنة، الزواج. يعني هون يبدأ ببلش يتلمس المواقف تجاه الحياة، انه انا شو ممكن صير لما اكبر، ايه شو طبيعة التعليم انا. يعني هون ببلش كمان يختاروا طبيعة حتى بقلب المدرسة، انه انا بدي اروح علمي ولا ادبي، شو بحب اكتر مواد. طب انا لما اكبر شو بدي اشتغل، هل بحب اشتغل ب، يعني شو المجالات اللي بحب يشتغل فيها. ببلش يطرح على نفسه الاسئلة اللي هي لها علاقة كمان بهويته. يبدأ بتكوين جملة من القيم والإيديولوجيات والنظرة الفلسفية للحياة. ابن 13 سنة عم ببلش يكون الإيديولوجيا والفلسفة الخاصة فيه، عم يبدأ بتكوينها. والبداية بتكوين هالأشياء، نحن يعني في كتير من الكبار أحيانا بتطلعوا بيشوفوا ولد من هالعمر عم بيحكي كلام كتير كبير، انه مينك انت يا ولد، روح نضب، روح كبار. هيدا الشيء هو اللي بيخلق عند هذا الولد الرفض اكتر، بيخلق عنده التمرد اكتر. بدنا نسمع لكلامه، قد ما اعتبرنا هالكلام مش مناسب إلنا بدنا نسمع له. طبعا بدنا نحط وجهة نظرنا، انما مع الاخذ بعين الاعتبار انه هو بده يدافع عن وجهة نظره. بدنا نسمح له يدافع عن وجهة نظره، بدنا نناقشه. تزداد علاقات الفرد الاجتماعية اتساعا وعمقا، ويتعرف على حدوده وحدود سواه. يعني الصغير بعده مش كتير عارف حدوده الاجتماعية، هون بلش يعرف حدوده، بلش تتكون عنده القيم. اوكي، وخاصة إذا عم نحكي عن البنات والصبيان، وخاصة بمجتمعاتنا. مواصفات المسرحية التي يمكن تقديمها: تؤكد المثل العليا، تخاطب العقل، وتتضمن معلومات تاريخية ودينية وعلمية. في شيء هون تحت، حتى نشوف شو هو. بدنا نطلع فيه. مع الأخذ بعين الاعتبار ميل المراهقين للسخرية ورفض كل ما يقدم للصغار. هذه كتير أساسية بالنسبة لنوعية المسرح اللي بدنا نقدمه لهذا العمر. يعني بدنا نقدم له شيء فعلا يتاخدوا فيه، ينجذبوا له. كيف بينجذبوا له؟ لما نقدر نقدم لهم شخصيات يقدروا يتماهوا معها. الشخصيات اللي بيتماهوا معها هي الشخصيات اللي بيطمحوا يكونوا مثلها. ومع الأسف الشخصيات اللي عم تتقدم بمعظم مسرح الأطفال، عم بحكي عن العالم العربي، هالعمر صعب يتماهوا معها. بدها تكون الشخصيات أجرأ، أكثر تمرداً بأي معنى. يعني ما منقدر نقدم شخصيات كلها شخصية خير من الأول للآخر، ولا ممكن، no way. إيه؟ بدنا نقدم شخصيات فيها عناصر تمرد، بس بنفس الوقت عن طريق عنصر من عناصر التمرد نوصل لهم القيم بقلب الشخصية نفسها. يعني هي بدنا نشتغل على التوازن، بدنا نمرر الأفكار تبعيتنا بطريقة شوي ملتوية وشوي متسللة. بدنا نتسلل عقولهم هون الناس. ما بنقدر نوصل إلا تسللا، ما بنقدر نوصل هيك خبط، بيرفضونا، بيتمسخروا علينا، بيتضحكوا علينا، صح ولا لا؟ حدا منكم مقدم مسرحية للمراهقين؟
أو شايف مسرحية للمراهقين؟ صعبين. السنة قدمت لك عفوا؟ السنة أول سنة أقدم يمكن نص حق يمكن هالفئة، 10 سنوات فما طول. فيها تمام. لعند 18 سنة؟ تقريبا يعني من 10 سنوات وصعد مو تحت ال إيه يا ريت يا ريت، بس أهم شيء عن شو بتحكي؟ أهم شيء يكون فيها تمرد. إذا ما كان فيها عنصر التمرد ما بيتعاونوا معنا بالصالة. أوكي؟ كتير مهم هذا الشيء. فلذلك بدنا نتعاطى معه بدءا من هذا العمر، نتعاطى معه بأي معنى. نكون عارفين نحن، طبعا نعرف إنه هو طفل، بس بكون عارفين إنه هو معتبر نفسه مش طفل. لذلك بهذا العمر ببلش ما يروح مع أهله على الزيارات، لأنه ما بيروح مثل الأطفال، بيروحوا مع رفقاته، بيظهر على السينما. إيه؟ ما إذا حتى بالسفر أحيانا بصير يتردد إنه يسافر مع أهله، أو بكتير أنواع من النشاطات الاجتماعية بدأ من 12-13 خلاص صار لا، يعني صار بده يبني عالمه الخاص، يعني هو مستقل عن أهله رغم أنه هو بعده صغير. هذا عمر كتير صعب، وهذا العمر اللي ببلش يصير يصطدم الولد مع أهله، وبلشوا الأهل يصطدموا مع ابنهم، لأنه الأهل كمان يعني بيفاجئهم كبر ابنهم، بيفاجئهم تغيراته، والتغيرات الهرمونات اللي عند الولد بتولد تعصيب، بعصب أحيانا من دون ما يعرف ليش، لأنه عنده مشاكل، عنده تغييرات هائلة عم تحصل بجسمه، فهذا التعصيب بيكبر حجم التمرد تبعه. أوكي؟ نعم. عندنا مسرحية للأطفال، كان يقول عيلان ما نروح وياك، عمر 10 سنين قال ما نروح وياك. إيه قلت له ليش يا بابا؟ كان يقول لي أنا ريال. شنو للأطفال؟ قلت له مو مشكلة بابا، هو للأطفال مجانا على أساس رغبة، للأطفال مجانا، للكبار راح يدفعون فلوس. شكو ما يخالف أدفع أنا يا بابا. كان يقول لي لا بس ماكو مجال، يعني انسى 10 سنين. قال لا ماكو مجال. حاولت الف مخه ما في مجال، انا كبير ماني صغير. فاعتقد الحين حتى يمكن من 12 ل 17 لا، انا عندي في البيت من 10، لان طبق مقوله ان صار في عنده نوع من الطفل في هالمرحله يكون دائما اتوقع يعني انه هو اكثر يعني يجذب العمل البالغين الكبار، ما ينجذب لأعمال الصغار، يعني ما تقدر تقنع أنه يحضر هذا النوع من أنواع المسارح. أتوقع يعني لذلك في قلة من أنواع هذه المسارح، أنه ما حد قاعد يقدمها تقريبا. يعني أنا ما شفت مسرحية لهذه الفئة العمرية، يا مسرحية أطفال يا مسرحية بالغين. بالعالم العربي هذه مشكلة. طبعا مشكلة، يعني لأنه مش عارفين شو بدنا نقدم، نحتار. أنا عملت مسرحية مشتركة مع مسرح الحارة بفلسطين، وجهناها لهذا العمر. هاي المسرحية اسمها I have a dream، عندي حلم. ايه؟ هي بتحكي، بتخبرك عن شو بتحكي؟ عن أحلام لأربع شباب فلسطينيين، شابين وبنتين. شاب منهم، يعني بتبلش المسرحية كل ولد منهم هن كبار عم بيمثلوا عادي، كل ولد منهم بغرفة نومه. شو في بغرفة نومه؟ الصور، الأشياء، واستخدمنا موسيقى اللي هي موسيقى العصر. يعني اشتغلت أنا مع ممثلين، هلا أنا شوي أكبر بالعمر منهم، الممثلين محترفين إنما بالعشرينات. قلت لهم بدكم تجيبوا لي كل شيء، في شو بتسمعوا موسيقى أنتو، وشو بيسمعوا موسيقى المراهقين. راحوا عملوا مثل ريسيرش مع المراهقين بفلسطين. أنا ما فيني روح على فلسطين، اشتغلنا بالأردن. جابوا كل شيء بيسمعوا موسيقى، الأغاني اللي بيسمعوها شاكيرا وغيرها وقت أيامها، هلأ صار في غير شيء. وصرنا نسمع الأغاني ونشوف
وقررنا نشتغل على الأحلام. شو بشو بيحلموا هول الناس؟ فشفنا اشتغلنا على شابين وبنتين شخصيات. شاب منهم حلمه إنه يصير طيار. حلمه إنه يصير طيار. ومنمشي بقصته. بيحلم إنه يصير طيار بس مشكلته إنه بفلسطين ما بيقدر يدرس طيران. فبيراسل جامعة بلندن ببريطانيا وبينقبل. بعد ما ينقبل بتنرفض فيزته. تأشيرته بتنرفض. فبيفوت بصراع طب انه انا شو بدي اعمل وبيصيروا يتمسخروا عليه الشباب اللي حوله انه انت رايح تدرس الطيار بدك ترجع من اي مطار بدك تطير مطار رام الله ولا مطار شو. فوحده حلمها هي من الضفه انه تشوف البحر فعن طريق الانترنت تتواصل مع شاب طلياني عايش عنده بيت على جزيرة حد البحر فبتصير كل حلمة انه تروح مع هذا الطلياني بس هي عم تحكي معه عم بحكي عن المسرحية كلها خلال المسرحية شو بيصير هي عم تحكي معه طبعا بنشوف نحن احلامها بتتجسد بنشوفها كيف بس بتوصل لمرحلة انه بتشعر انه هو حابب انه يجي على فلسطين تيتفرج عليها كيف هي عايشة بتقول له طب انه شو نحن بزو عايشين جايين تتفرجوا علينا انه كيف نحن عايشين يعني بصير في عندها هذا الصراع انه على اي اساس انت عم تتعاطى معي كانسانه ولا كفلسطينيه عايشه بمعتقل هالفكره واحد شاب كل حلمه انه يشتري سياره فراري حمراء ويطلع من رام الله على غزه بساعه ونص هلا هو بالحقيقه سيارة فراري حمراء ممكن تطلع من رام الله على غزة بساعة ونص بس بالمبدأ ولا ممكن هذا الشيء يحصل لأنه بتعرفوا من رام الله على غزة شو المراحل اللي بده يمر فيها الواحد حتى يوصل هلا هذا الشخص عنده مشكلة هن كلهم بيتعاطوا على الفيسبوك وعلى الانترنت وهالأشياء بيتواصل مع كتير ناس ف بتعجبه وحده من البنات بيحاول انه يتحرش فيها ما بتقبل ففورا بيقلب وبصير يوعظها وبيعتبرها انه هي ساقطه ايه وبعدين بيقلب بصير اصولي البنت الرابعه كل حلمها انه تصير نجمه مثل شاكيرا شوفوا كيف يعني عم نحكي عن معظم الفئات الموجودة بهالمجتمع الفلسطيني وعم نحكي عن ناس بعمر 17 سنة إنما هالمسرحية يلي بتحكي عن ناس بعمر 17 سنة موجهة لأولاد من 12 وبالطالع ليش؟ لأنه كل الأولاد من 12 وبالطالع هن بيراقبوا اللي أكبر منهم هيدي المسرحية كتير نجحت لأنه بتحكي عن هذا التمرد بس بنفس الوقت بتوصل بالنهاية أنهيناها بحلم آخر شيء منشوف طيارة جامبو ماشية هيك على الفيديو مكتوب عليها Palestinian Airlines بتخلص مع أغنية I have a dream لأبا ففيها هذا يعني ما عم نحكي نحن خطابات وشعارات عن فلسطين والتحرير والأشياء بس نفس الوقت عم نحكي سياسة بكل معنى الكلمة ما عم نحكي توجيهات أخلاقية أبوية إنما بنفس الوقت عم نحكي قيم إيه بس القيم عم نمرقها من خلال المعاش تبع هذا الأطفال هول الأطفال ومن خلال الأسئلة اللي بيطرحوها على نفسهم هن وعم بيتواصلوا مع العالم خاصة على الفيسبوك وبرأيي أنا كتير ضروري إنه نشتغل عليهم كتير ضروري يعني عم شوفوا نحن بعالمنا العربي الشباب روحوا على المولات وشوفوا الشباب إيه
اشكالهم كيف كيف شكلهم، شو بيلبسوا، ايه كيف بيتعاطوا مع شكلهم، كيف بيتعاطوا مع تصرفاتهم، كيف بيشوفوا الجنس الاخر. طبعا رغم كل الوضع الاجتماعي الموجود ورغم قناعاتهم الدينيه، طب هول شو بدنا نعمل معهم؟ هل بينحرفوا او بيروحوا على، يعني في ثلاث طرق، في الانحراف، في التشدد الديني الزائد، وفي الطريق يلي ممكن انه توصلهم انه ينمو بشكل سليم. فبدنا نشوف، يعني بدنا نشوف كيف انا ساعدهم على وعلى شو باي طريقه. فهذا هذه مساله خلافيه ومساله شديده الخطوره، وعنا بالعالم العربي مش سهله. في كتاب لرايش، ويلهلم رايش، هذا محلل نفسي الماني، كان بزمن قبل زمن هتلر بفتره الثلاثينات، بيحكي عن الرجل الكبير. شو الرجل الكبير؟ هذا الطفل دلاي لاما مثلا، يلي بنزرع فيه القيم الكتير عاليه ومنكبت كل النزوات تبعيته بشكل ضاغط جدا. هالضغط الزائد بيؤدي بلحظه من اللحظات للانفجار. اوكي، يعني من هو وصغير بنعتبره رجل ومنعامله على اساس انه هو رجل، ومنعلي سلم القيم كثير اكثر ما هو بيستوعبه، لدرجه انه وقت اللي يكبر ويوصل لمرحله التفجر بينفجر، او نحو الانحراف او نحو التشدد العنيف. تفضل. في مسرحيه اعتقد هي تعرضت حق نفس الفئه، انا بس كنت يعني كان عندي شغل في الدوام، فهم كانوا حاطين مسرح يعرضون حق لجنه خيريه كذي، ان هم جروب بنات طالعين رحله، راحوا مثل منطقه مهجوره، الايفونات بنات اي وصلت، يعني عندهم الايفون وكله انقطع عنهم، اللي شايه يعني شلون ضيعوا حياتهم كلها، وحده تليفون فصل ما في شحن، وحده اعتقد اخترت شيء كذي، يعني انا يعني حضرت منها جزء بسيط لما يعني بدت بالصراع الحين صار، انا ما كملتها يعني للامانه كان عندي شغل يعني. فهي كانت تعرض شنو مشاكل المراهقين ووايد كانت حلوة، بس هي لأنها كانت حق فئة معينة حاطينها، يعني مو للجمهور الكل يقدر يحضر، للبنات بس. اي للبنات كمان، ليش لا؟ يعني على فكرة بمجتمعاتنا نحن هذا حل معقول أحيانا، يعني وقت يكون مجتمع محافظ جدا، هيك نعمل مسرح حتى نكون جريئين فيه، ممكن إنه نعمل مسرحية للبنات بس أو مسرحية للشباب بس أحيانا. يعني عم بحكي هذه واحدة من الأشياء، عنا بلبنان ما بنعمل هيك، بس بعتقد هون ممكن ينعمل هيك، لأنه في أسئلة كتير بتنطرح بهالعمر، يمكن الاختلاط اجتماعيا يكون مش مناسب، أي ممكن، يعني هذه واحدة من الحلول. يعني كمان بدكم نحكي شوي بعد عن هاي المرحلة ولا بننتقل لشي تاني؟ ايه نحن الخصائص حكيناها، ايه حكيناها هي ذاتها، خلص الباوربوينت. ايه أي فئة عمرية نقدر نستخدم معهم الممثلين الأطفال؟ نعم. وأي فئة نقدر نستخدم معهم الممثلين الكبار؟ أوكي. بالمبدأ الممثلين أطفال أو ممثلين كبار أو الدمى، ما عم نحكي عن الدمى. ممثلين أطفال أو ممثلين كبار؟ أي مسرح أو أي فئة عمرية ممكن نستقطبهم ويجون يشوفون مثلا مسرح اللي يمثلون فيه أطفال أو اللي يمثلون فيه كبار.
اي هلا يعني هل حكي فئات صغيره اي كبار بس اوكي ادخل معاهم صغار هل حكي فئات كبيره اقدر استخدم اطفال بس ولا لازم اوكي بالمبدا انا مع فكره انه كل الفئات العمريه المسرح المحترف هو مسرح كبار اللي بيمثلوا فيه كبار انما امتى بيمثلوا الاطفال بيمثلوا وقت اللي يكون فيه عرض بقلب المدرسه هذا العرض بده يكون فيه اشخاص صغار عم بيعرضوا مواهبهم مشان حتى ينموا شخصيتهم مش حتى ينموا المواهب التمثيليه تبعهم حكيت امبارح عن هذه الفكره ايه فالهدف بمسرحيه بيمثلوها الاطفال هو الممثلين نفسهم وليس الجمهور وهذه شغله نقطه كثير اساسيه بنركز عليها الممثلين نفسهم هن الهدف الافراد الاولاد يلي عم بيمثلوا هن اللي نحن بدنا نطور عندهم شخصيتهم وظهورهم وصوره الذات عندهم قدام الجمهور لذلك هذا النوع من المسرح انا بفصله عن المسرح اللي عم بحكي عنه انا عم بحكي عن المسرح المحترف يلي فيه بقلبه كبار عم بيمثلوا للاطفال لا مش غلط ما عم اقول غلط ابدا بالعكس مش نستخدم اطفال يعني انا كمان ضد هالفكره نحن ما بنستخدم اطفال نحن منجيب اطفال حتى ننمي لهم شخصيتهم وننمي لهم خيالهم وننمي لهم امكانياتهم وقدراتهم ومطلعهم على المسرح هيدا بهيدي العمليه الهدف فيها هو الاولاد اللي على المسرح اكثر من الهدف اكثر من الصالي هن الهدف مش الصالي الهدف بعرف اذا فهمت الوضع يعني نحن عم نحكي هون عن عمليه تربويه خالصه اي انا برايي هيك الجمهور اوكي ممكن يستفيد اكيد بس نحن بنركز كتربويين هون على الاطفال اكثر من كمسرحيين عليهم انا اذا بدي اشتغل معهم هول الاطفال كمخرج حتى اثبت حالي كمخرج قدام الجمهور كون عم بوقع بالغلط انا بدي اشتغل معهم هو كمربي كثير هذه شغله اساسيه في شيء بكون تقولوه اي تفضل لاني كاتبه للاطفال والناشئه كنت اتمنى ان نرى اليوم عرض للناشئه لكن اعتقد انه عرضك اليوم راح يكون للمرحله الفئويه من 5 ل 8 سنين لا 10 سنين لا 10 سنين اي انما هذه للعائله كمان فينا نحكي اي ونقطه مهمه اشرت اليها اللي هو فعلا نقص المسرح الشباب او اليوث ثياتر نعم. غائب تماما في العالم العربي ما عدا بعض التجارب وخاصه في فلسطين مثل ما ذكرت شفت لك اشيد بها انا من غزه فيرالي حمراء صعبة شوي ما هي حلم بالنهايه حلم الشيء الثاني انه بما انه العالم العربي اغلب الجمهور يعني الوطن العربي اغلب الجمهور هو جمهور الشباب الفئه الشبابيه تشكل الغالبيه العظمى من البوبيليشن عدد السكان ف بالنسبه للكتاب اليوم يا ريت نهتم بالذات بمسرح الناشئ او مسرح الشباب نعم. مسرحيه حضرتها واللي بيزور لندن قريبا او له زياره قريبا بلندن مسرحية للشباب وأيضا لذوي الفئة الاحتياجات الخاصة الأوتيزم التوحد مسرحية اسمها The Curious Incident of the Night of the Dog in the Night أوكي. عن شاب عنده توحد أو أوتيزم وتجربته مع جيرانه في حادثة قتل كلب وبعدين بيركب باص وهو طبعا لأنه عنده التوحد ما بيقدر يتعامل مع الناس مع الشرطي مع الأوثوريتي فيجرز أنصح أي حد يروح يشوفها كانت تجربة فريدة ورائدة لمعالجة مش بس مسرح الشباب مسرح كمان دول الاحتياجات الخاصة وأخيرا أنا عندي تجربة بسيطة راح تكون بآخر هذا الشهر
في بيت لودان، كمان مسرح موجه للناشئة أو للشباب. اليوم أخذت كثير من النقاط اللي حكيت فيها بالاعتبار لتقديم هذا النوع من المسرح. سيكون اسمها الرجل الأصفر. شكرا. دكتور، بس بغيت اتكلم عن النقطة اللي ذكرتها الأخ بخصوص الأطفال والكبار في المسرح. نعم. إذا نتكلم شوي من حيث المنطقة، يعني برأيك في الموضوع إن احنا في مسرح الأطفال قاعد نقدم الكبار يقدمون فئة عمرية أعمارهم مثلا 8 سنوات 10 سنوات. نعم. نعم. للطفل. نعم. شلون ممكن نجيب أطفال هم أعمارهم 6 سنوات يقدمهم، يعني في شيء في ترابط بين الفئات العمرية خصوصا لما هي بكبير وعارف الحياة العامة بكبير هون المهارات التمثيلية والإخراجية. يعني بدي أجرب بكرة إن شاء الله فرجيكم فيديو لأشياء أنا عاملها. نطلع أنا على المسرح ممثلين، ممثل عندي كان بده يلعب دور ولد عمره 8 سنين، ممثل اسم الله منيح وعنده دقن، قال لي بحلق دقني؟ قلت له أكيد لا. تركنا دقنه، ما غير صوته، ما قلد طفل أبدا، إنما اشتغلنا أنا وياه على طريقة تفكير الولد بهذا العمر وكيف هذا الولد بيشوف الآخرين وكيف بيشوف الحياة وكيف بيلعب وشو أفكاره. واشتغلنا على التمثيل فترة لعند ما طلع بكاركتيره الرجل إنما عم بيمثل دور ولد، واقتنعوا كل الناس إنه هو ولد. هيدي بدها إذا بدك يعني هون بنرجع لاحترام الجمهور، وبنرجع لأنه نحن بنستخدم التقنيات المسرحية بالتمثيل وبإعداد الممثل وبالإخراج بأقصى إذا بدك حالاتها جودة لحتى نوصل للولاد فكرة معينة. أنا ضد أنه يطلع واحد كبير ويعمل صغير بالمطلق، ضده. شغلة تانية، أنا مش مع، ما عم أقول ضد، مش مع إنه بمسرح بالمسرح المحترف نستخدم أولاد. لقناعة عندي إنه أنا ضد عمالة الأطفال، هاي بالنسبة إلي عمالة أطفال، يعني هون نحن عم ننتهك حقوق الطفل، عم نشغله. لا، أنا ما بدي شغله للولد، أنا بدي إنه الولد إذا بده يطلع على المسرح يطلع لفائدته هو مش لفائدتي أنا. ما أعرف إذا الفكرة واضحة. ولأنه نحن مش قاصرين إنه نطلع ممثلين قد ما كان حجمهم وشكلهم ونخليهم يكونوا مقنعين إنه هن أطفال. ممكن يكون يحب يشوف، بس مثل بعضها بالنسبة للولاد، بالنسبة للجمهور بالصالة قدم له المتعة ما عنده مشكلة، اقنعه ما عنده مشكلة. بس بالنسبة لنا نحن بالمسرح المحترف وقت اللي بدنا نجيب ولد نحفظه نص ونستخدمه لأهدافنا الفنية، لا أنا مش معه. نحن بنستخدم قدراتنا لنفيد هيدا الولد اللي عم يطلع على المسرح حتى ننمي له قدراته الشخصية. هيدي أنا مع، ما أعرف يعني الفكرتي واضحة، يعني قديش واضحة الفكرة. بالنسبة إلي طلوع الطفل على المسرح هو لهدف تربية الطفل وتدريبه على الحياة وليس لهدف فني متعلق فيه أنا كفنان. بس ما أدري أرجع على موضوع التماهي، انت قلت ان شيء مرغوب لازم نعطي الطفل فسحه في التمارين،
نعم. الى اي حد يعني تدري ان يعني مرات الطفل خلينا نقول يعني تماما مع سوبرمان واخر شيء ينط من الشباك مثلا في هذا الفشن شنو الى اي درجه تكون شيء مرغوب وشلون نتحكم فيه؟ اوكي انا معك بهالشيء. هلا قصه تماها مع سوبرمان صايره بس اذا مع ملاحظات الكثير على سوبرمان اللي هو النموذج الامريكي لهذا بس مش هيدي هي المشكله. مرق انه كذا طفل بالعالم نطوا يمكن لانه تاثروا بسوبرمان بس كمان بيمرق اطفال كثير بالعالم بيقتلوا نفسهم لانه هن متاثرين بفلان يلي هو خاله مثلا او عمه وحدا من الثاني بيأذي شخص اخر لانه التماهيات موجوده ايه انما البيئه اللي عايش فيها هذا الولد وطريقته مع اهله تعاطيه مع اهله النقص بالتماهي عنده هو اللي بيؤدي لهيك نوع من التماهيات المرضيه مش الشخصيه نفسها مع كل ملاحظاتي السلبيه كمان على سوبرمان. اوكي التماهي شيء كتير ضروري انما المبالغه فيه هي المشكله والمبالغه فيه طبعا هي الحدود لا الحدود للتماهي مين اللي بيوضعها؟ المجتمع الصغير تبع الولد نفسه. يعني هل هذا الولد عم يتماهى مع سوبرمان لانه مش ملاقي حدا بالعائله عنده يعبي له عينه هالقد حتى يعمل توازن؟ ممكن هذا اكيد بيؤدي لانتحار. اوكي انا ابني بيتماهى مع اشخاص بس انا بهمني انه يكون في توازن بين تماهي مع شخصيات معينه وبين تماهي معي انا كاب كمان. انا دوري شو كاب؟ دوري النفسي بنمو طفلي ابني انه يتماهى معي وانا اكون عم مارس دوري ولا شو؟ صح ولا حدا عنده اعتراض؟ اوكي تفضل. في كثير من الكتاب اللي يكتبوا للطفل يعني بشكل خاص عنصر الكوميديا يعتمد على شخصيه فيها قصور عقلي او مثلا او غيره. بالنسبه لنا لما نكتب احنا صعب ان انت تضحك طفل صعب ترى الاضحاك الكوميديا عموما صعبه سواء للكبار او الاولاد. واذا انا ابي اتجاوز هالمرحله انا ما احتاج ان انا اظهر شخصيه فيها قصور عقلي عشان اضحك طفل بالتالي النقطه هذه اصلا سيئه يعني ما بيحسب هذا. هيدي ما بنسميها كوميديا هي بنسميها حكينا عنها امبارح تهريج. اوكي وحتى هي من أسوأ انواع التهريج. الفارس كمان هو نوع فني ممكن يكون منيح وراقي بيقدر يكون يعني انا شايف مسرحيات فارس جيده بس السخريه على عاهه هذا بعصرنا لازم بقى ما تكون موجوده يعني عيب ما لازم هذا الشيء موجود يعني هيدي دليل على افلاس انه ما عنده شيء يضحك فيه العالم عم بيجيب يعني عم بيجيب عاهة حتى يضحك العالم فيها. لا هذا انا ضده بالمطلق يا ما اوكي انا ضده لكن شلون الواحد يخلق كوميديا خاصه للطفل؟ اوه في كثير ولو الكوميديا لا يعني هلا يعني اول شيء مش الهدف تبعنا هو الكوميديا. ممكن يكون في كوميديا ممكن ما يعني ممكن نعمل مسرحيه مش كوميديه. المسرحيه الكوميديه في كثير اشياء نحن فينا نضحك عليها. نحن حكينا امبارح عن الكوميديا وحكينا انه هي الاضحاك مش على الاشخاص انما على الافعال على المواقف ايه هي اللي بتخلق الكوميديا. يعني مثلا اهم كوميدي بالعالم يعني عم بحكي بالكلاسيك موليير يلي هو على شو ضحكنا؟ على البخيل. بخيل هو سلوك هو مش عاهة. ضحكنا
على المثري النبيل. المثري النبيل هو مين؟ النوفوريش بسموه بفرنسا ال ايه برجوات النبيل اسمها ايه ايه يلي هو له ترجمات مختلفه، يلي هو غني فجاه وبده يحاول يكون مثل الاغنياء، او على المريض بالوهم يلي بيتوهم انه هو مريض، يعني عم بيضحكنا على سلوك وعلى افعال مش على عهات. اوكي، ما عم بيضحكنا على شيء خلق عليه الانسان، ايه عم بيضحكنا على سلوك، وهذا يعني هذا فرق كتير كبير. كان حقيقة يعني نحن أطلنا شوي بالنقاش، وكنت في شيء حابب أعمله اليوم ما رح أجله لبكرة، يعني مع الأسف ما حقدر أعمله اليوم مع أنه كتير مهم كان نعمله، اللي هو الشغل على تسلسل الأفعال. إيه؟ بس رح أعطي هيك نبذة سريعة قبل ما نمشي لأنه الساعة 4 إلا شوي. كيف نحن يعني هاي حتى شوي نفوت بأدوات العلاقة بالكتابة. نحن أهم تمرين ممكن نعمله حتى نتمرن على كتابة مسرحية، تعرفوا شو هو؟ نحضر أفلام أو مسرحيات ونكتب تسلسل أفعالها، نكتب الحبكة تبعها، نستخرج منها الحبكة. الحبكة هي عبارة عن شو؟ عن نقاط فيها، بدي أجرب شوف شو عندي هون هيك على السريع. حكاية ليلى والذئب، مين بيقدر هلأ يعمل لي تسلسل الأفعال تبعها؟ تسلسل أحداث؟ إيه الأفعال، كلمة أفعال بصر عليها. إيه؟ عفوا؟ كل ما يفعل، كل ما تقوم الشخصيات بفعله. ايه كل الشخصيات شو عم بيصير، يعني شو عم يعملوا؟ ايه تفضل. ليلى والذئب مفتوح. ليلى تطلب وعدة انها تبغى تروح لجدتها على حسب الاسباب. اوكي، الام تعطيها كعكات او حاجه اساس وسط الجده، تمشي ليلى في الغابه. اوكي، تقابل الذئب. اوكي، تخبرها انها ذاهبه الى بيت جدتها. اها، الذئب يتجه الى منزل الجده. تختبئ الجده في خزانه. تصل ليلى الى المنزل، تطرق الباب، في نقطه اللي الذئب يتخذ هيئه الجده، تطرق ليلى الباب وتدخل الى منزل الجده، تحاور اللي الذئب على انه الجده، تكتشف ليلى الحقيقه، تحاول تهرب، يلحقها الذئب، يتدخل حطام اتوقع انقاذ. اوكي، مين لاحظ شغلي باللي ذكره الاخ هلا؟ ايه تفضل. استخدام افعال مضارع، تكتشف، تطلب. بالضبط، استخدام الفيرب يعني نحن اذا بدنا نحكي كلمه فعل باللغه العربيه تعني معنيين باللغات الاخرى، فعل تعني اكشن وفعل تعني فيرب. اوكي، الافعال اللي عم بحكي عنها انا هي الاكشنز، انما طريقه كتابتها نكتبها عن طريق الفيربس. ضروري انه يتم كتابه تسلسل الافعال المسرحيه الدراميه عن طريق الفيربس، افعال فعل المضارع. يفضل فعل المضارع، ليش؟ لانه هيدا الشيء اللي عم يحصل هلا قدامنا. اوكي، بالنسبه لنا كمسرح هلا عم يحصل هيدا الشيء، تدخل فلانه الى فلان يعمل كذا،
تكتشف يخبرها من دون يخبرها في قال كلمة يخبرها من دون ما يوقع بخطأ سرد الحوار. ايه عم بيخبرنا شو يعني مضمون الإبلاغ مش يعني تفاصيله انه بماذا أبلغها يخبرها عن كذا مش انه قال انه انت روحي من هون لانه يعني ما منفوت بحوار ابدا وما منفوت بوصف ابدا يعني ما منقول انه قالها كذا. وقت اللي نحن فكرتنا نترجمها لافعال ساعتها منكتشف اذا فكرتنا هي فكرة مسرحية او فكرة غير مسرحية. اوكي يعني اي فكرة انا بدي اشوف اذا هاي الفكرة مسرحية او فكرة غير مسرحية بدي ترجمها للغة الافعال. لما ترجمها للغة الافعال اكتشف مني من نفسي اذا هاي الفكرة هي فكرة مسرحية او لا، اذا هاي صالحة لان تكون فكرة درامية او لا. لما اشوف انه الشخص اللي عم يقرأ او عم يسمع فهم شو بدي أنا عن طريق الأفعال وليس عن طريق الحوارات وليس عن طريق الوصف، هذا بيعني أنه فكرة درامية. ممكن مثال غير مسرحية ما فيها أفعال؟ مسرحية ما فيها أفعال؟ مو مسرحية، يقول أن النص يكون مسرحي أو غير مسرحي. أي نحن المسرحية عن طريق تضبط فيه الأفعال، لكن شنو مثال مثلا غير مسرحي؟ تقلك شغلي، ثلاث ارباع الافكار يلي نحن بنعملها حتى تصير مسرحيات مني انا وجر ايه هي افكار ممكن تكون غير مسرحيه. روائيه ايه 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 روائيه غير مسرحيه. عم بحكي مني انا وجر، ما عم بحكي مش عم بنتقد، عم بحكي عن نفسي كمان. يعني انا كثير من الافكار اللي انا بعملها حتى تصير مسرحيات بعد ما ارجع ترجمها للغه الافعال بكبها او بطورها بكتشف انه لا يا عمي هاي ما فيها تكون مسرحيه. لانه احيانا كثير نحن بتستهوينا فكره انه انا بدي اقول للجمهور كذا، حتى شوف كيف بدي اقول للجمهور، بقعد بكتب بكتب بكتب، بعد ما اكتب بخلص بتطلع يا عمي انا عم وصل فكرتي عن طريق السرد مش عن طريق الفعل. ساعتها بشوف اذا بعتمد هيدي فكره كمسرحيه او بستبعدها. واذا بتسمحوا لنا في عنا هون ثلاث افكار بكره بدنا نناقشها سوا ومن دون ما حدا يزعل من اللي مقدمين الافكار، لانه اللي مقدمين الافكار اوريدي يلي قدموها هيدي جرأه. ايه يعني عم نحكي عن الايجابيات والسلبيات والاشياء اللي ممكن فعلا تتحول لمسرح واللي ممكن والاشياء الثانيه اللي لازم نحن نحطها على جنب، وكيف الفكره ممكن نطورها. لانه اي فكره حتى ولو كانت سرديه بنقدر نبحث عن افعال حتى نطورها. اوكي فهذا ويلي بدهم يحضروا يلا ينام مرجان اليوم معلش تمرين اكتبوا لنا تسلسل الافعال من هلا بكره لما تحضروا المسرحيه، مش بس مسرحيتي المسرحيات الثانيه، يعني حتى بعد ما نخلص الدوره في عنا انت عم تحضروا مجموعه مسرحيات هلا. كل مسرحيه جربوا يلي عن جد يلي حابب يعمل تمرين لنفسه، كل مسرحيه بعد ما تخلص جربوا بالبيت بورقه وحده بس، هي ما بدها اكثر من ورقه، اكتبوا تسلسل الافعال بس على شكل نقاط، نقطة، واحد، اثنين، ثلاثة، واحد يدخل إلى فلان، اثنين يبلغه بأنه مش عارف شو بتسلسل معين. النقاط الرئيسية اللي فيها فعل اللي لا مش التفاصيل، لا مش التفاصيل المملة، لا الأفعال الرئيسية اللي هي بتشكل الحبكة الأساسية. اوكي ليلى ما على فكره المثال اللي هلا خبركم اياه مثال جيد. طا
تطلب والدة ليلى من ليلى الذهاب إلى جدتها لإيصال الكعك والأغذية. ترتدي ليلى الرداء الأحمر وتنطلق نحو الغابة حاملة السلة. أثناء اللعب في الغابة تلتقي الذئب الذي إذا ملاحظين في تكثيف، يعني كل جملة عم نحاول قد ما فينا ندخل بقلبها المعلومات الضرورية إنما بشكل مختصر تنوصل كل الفكرة مع استخدام الأفعال. إيه؟ أثناء اللعب في الغابة تلتقي الذئب الذي يدلها على طريق للوصول إلى الجدة مدعيا أنها الطريق الأقصر. يصل الذئب أولا إلى منزل الجدة، يأكل الجدة ويرتدي ثيابها وينام في سريرها. لاحظي بنفس الجملة كم فعل فيه؟ أي؟ تكتشف الحقيقة وتصرخ محاولة المقاومة والهرب. يصل الصياد لإغاثة ليلى، ينقذ الصياد ليلى وجدتها. تسلم ليلى، تسلم ليلى السلة إلى جدتها وتعود إلى بيتها سالمة. ها هي الحكاية صح؟ إيه؟ فيها تكون فيها تتحول لمسرحية؟ إيه؟ ممكن المبدأ. يعني شو منحملها أفكار؟ كيف منوسعها بعدين؟ هون فينا نحكي بكرة كيف نوسعها، لأنه نقدر نرجع نوسعها، نوسعها لمشاهد. اوكي ها هي، يعطيكم الف عافيه.